بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بيكم. الحلقة إن شاء الله كده آخر موضوع في السوليد جيومتري النهاردة بإذن الله. إحنا الحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا فيها على بداية شابتر 2 في السوليد جيومتري اللي هو ستريت لاين إن سبيس. النهاردة بإذن الله نكمل الموضوع بتاعنا ستريت لاين إن سبيس، وبعد كده بعد ما يخلص ندخل في آخر موضوع اللي هو بلينز ان سبيس. احنا اتكلمنا على الستريت لاين، قلنا ان في ايكويشنز 3 تايبس اوف ايكويشنز. ايه هما؟ اول حاجه فيكتور ايكويشن، كارتيزيان ايكويشن، بارامتريك ايكويشنز. وعرفنا ازاي بنجيب، هنعمل سامري دلوقتي على الكمبيوتر اوري لك كل حاجه. بعد كده قلنا اتكلمنا على، بعد ما اتكلمنا على الايكويشنز وخدنا اسئله كتير جدا جدا على الايكويشنز، بعدها دخلنا في الابلكيشنز على الايكويشنز. اول ابلكيشن فقط اللي خدناه اللي هو كان عباره عن انجل بتوين تو ستريت لاينز، ازاي نطلع انجل بتوين تو ستريت لاينز، وعرفنا ازاي بنطلعها، وده اللي انا هرجعه معاك دلوقتي. بعد كده في نوعين تانيين، احنا لسه الموضوع ده هياخد مننا، نراجعه كده بسرعة مع بعض ونتكلم عنه شوية، وبعدين ندخل في السكند ابليكيشن ثيرد ابليكيشن. هما 3 ابليكيشنز على الستريت لاين. بعد ما يخلصوا يبقى خلصنا درس اللاينز ان سبيس، ندخل على بلينز ان سبيس بإذن الله تعالى. يلا يا حبايبي يلا بينا نراجع كده بسرعة على الموضوع وبعدين ندخل في الجديد. يبقى إذن إحنا موضوعنا النهاردة إن شاء الله straight lines and planes in space، ده الموضوع بتاعنا. نبتدي تكملة استكمال straight lines اللي خدناها الحلقة اللي فاتت. نراجع بسرعة، إحنا خدنا equations of straight lines، ده اللي خدناها. قلنا عشان تجيب أي equations كنا بنعمل صباعنا كده، نقول لازم حاجتين عشان أجيب أي equation، حاجتين point ودي دايركشن فيكتور، لازم بوينت ودايركشن فيكتور. طب جميل، خدنا ثلاث انواع من الايكويشنز، فيكتور فورم، بارامتريك فورم، كارتيزيان فورم. الفيكتور فورم كنا بنقول ايه يا اولاد؟ يلا مع بعض، ار ايكوال اي بلس تي دي، اي ده اللي هي البوينت ودي اللي هي الدايركشن فيكتور. طبعا دي اللي هي البوزيشن فيكتور بتاع البوينت، يعني البوينت باختصار. البارامتريك ايكويشنز الار دي فيها اكس وواي وزد، خد اكس لوحدها خد واي لوحدها زد لوحدها في ثلاثة ايكويشنز، يبقى اكس ايكوال اكس 1 بلس تي اي، ما هو الدي عباره عن اي وبي وسي. احنا قلنا الدايركشن فيكتورز الكوردينتس بتاعتها بنسميها اي وبي وسي. الواي ايكوال واي 1 بلس تي بي، الزد ايكوال زد 1 بلس تي سي. الثلاثة ايكويشنز دول بنسميهم parametric equations. من دي هنجيب الكارتيزيان، ودي الاكس 1 الناحيه الثانيه واعمل ديفايدد ايه، نجيب التي لوحدها، نجيب التي لوحدها، نجيب التي لوحدها، يطلع اكس ماينس اكس 1 اوفر اي، واي ماينس واي 1 اوفر بي، زد ماينس زد 1 اوفر سي. ده هي الكارتيزيان ايكويشن بتاعت الستريت لاين. دول الثلاث انواع اللي خدناهم الحلقه اللي فاتت. رجعنا قلنا يا اولاد لو عندي تو لاينز بارالل، لو تو لاينز بيربنديكولار، تو لاينز بارالل يبقى سيم ريشيو، يبقى هنجيب دي 1 وهنجيب دي 2 ونلاقي اي 1 على اي 2 قد بي 1 اوفر بي 2 قد سي 1 اوفر سي 2، ده سيم ريشيو. طب لو كانوا بيربنديكولار هتجيب دي 1 ودي 2 تعمل دوت، يطلع الاجابه بزيرو. اخر حاجه خدناها ازاي نجيب انجل بتوين تو ستريت لاينز، قلنا كوزاين سيتا دي 1 دوت دي 2 على نورم دي 1 نورم دي 2. ده ملخص اللي احنا قلناه الحلقه اللي فاتت. وقلنا طبعا دي 1 على نورم دي 1 اسمها يو، دي 2 على نورم دي 2 يو، فبنعمل ابسليوت لان احنا بنحب نجيب الانجل بتوين تو لاينز تبقى الاكيوت انجل. طيب تعالوا بقى سامري برضو، لو عايز ايكويشن اوف ستريت لاين بيمر بالبوينت A وB، قلنا لازم نعمل صباعنا كده، لازم بوينت ودي. طب ما بوينت دي او دي بوينت، نجيب الدي، يلا الدي عباره عن AB، B ماينس A
طلعنا الدايركشن فيكتور. احنا عايزين الفيكتور ايكويشن والكارتيزيان ايكويشن. الفيكتور هتقول لي ار ايكوال ايه بلس تي دي، ار تفضل ار، ايه اللي هي اي واحده من الاثنين دول، بلس تي دي اللي انت جبتها دي. الكارتيزيان بقى نعمل بقى القانون اكس ماينس اكس 1 اوفر اي، واي ماينس واي 1 اوفر بي، زد ماينس زد 1 اوفر سي. يلا يا جميل، هنا الار اكس ماينس 3 اوفر نيجاتيف 3 ادي الاولى، واي بلس 1 اوفر 5 الثالثه، زد ماينس 0 اوفر نيجاتيف 2. بس هو دي الكارتيزيان ايكويشن، ده اللي احنا خدناه الحلقه اللي فاتت. كمان مره، كل ده انا بعمل لك سامري عشان بس تبقى معايا في الموضوع. لو عندي ايكويشن بالمنظر ده، لو ايكويشن بالمنظر ده عايز اجيب الفيكتور ايكويشن، اجيب الفيكتور ايكويشن. نيجي لدي بقى، اولا هنا في 5 لازم دي تبقى 1، نقوم نعمل ديفايدد 5 فوق ديفايدد 5 تحت. هنا ده 3 دي نيجاتيف، لازم دي تبقى بوزيتيف 1، او معمل تايم نيجاتيف 1 فوق تايم نيجاتيف 1 تحت. هنا فيه 2 لازم تكون دي بوزيتيف 1، او معمل ديفايد 2 ديفايد 2. اول ما عملت كده يبقى الدي 3 نيجاتيف 2 5 اوفر 2. ممكن تسيبها كده، وبما ان دول اسمهم ريشيوز من حقك تعمل تايم 2 تايم 2 تايم 2 عشان تشيل الفراكشن ده. طيب الاي بقى البوينت نيجاتيف 2 بوزيتيف 3 بوزيتيف 3 اوفر 2. ينفع برضو اعمل تايم 2 تايم 2 تايم 2 ولا لا؟ غلط، دي صح دي غلط، لان دي ريشيوز اما دي بوينت. فيبقى هنا نكتب الرول اهو، ده اول حاجه. طب ده ايه 3 اكس ايكوال 2 واي ايكوال 4 زد، برضو هنعمل ديفايدد 3 فوق وتحت، او نعمل ديفايد 12 ديفايد 12 ديفايد 12، او اعمل ديفايد 3 فوق وتحت ديفايد 2 ديفايد 4. فانا عملت ديفايد 12 ديفايد 12، خلاص اول ما عملت كده يبقى الدي بكام يا اولاد؟ 4 6 نيجاتيف 3 والاي اللي هي 0 0 0 بس، ونكتب الايكويشن ونعوض. طب ما يلا، طب تعالوا بقى، ده سؤال كان اخر حاجه قلناها الحلقه اللي فاتت السؤال ده، فانا قلت اقوله مره ثانيه. فايند ذا بروجكشن اوف بوينت A اللي هي 096 on a straight line BC، ومدينا ال B وال C. يعني ايه يا اولاد؟ يعني ايه الكلام ده؟ عايز البروجيكشن بتاع البوينت على straight line. بمعنى ممكن تبصوا لي بقى كده على الداتا، يلا يا حبايبي، انا عندي ادي straight line اهو، ده ال straight line. عندي بوينت هنا اسمها A، ال A دي اللي هي 096، وهنا في بوينت اسمها B، بوينت اسمها سي. البي مديها لك 1 و 2 و 3 والسي مديها لنا 7 نيجاتيف 2 5. هو بقى بيقول لك لو سمحت هات لي البروجيكشن، يعني لو جيت من هنا نزلت بيربنديكولار كده، البوينت ده اهي اسمها بروجيكشن. البوينت دي انا هرمز لها برمز ال وام وان واسمها بوينت اي. احنا بقى عايزين نجيب ال بكام، الام بكام، الان بكام. تقوم انت تقول انا هجيب ال اي اي ماينس اي، يعني ال ماينس 0 ام ماينس 9 ان ماينس 6، يبقى انا جبت الفيكتور اي اي. ارجع اجيب الايكويشن بتاعه اللاين ده، لما اجيب الايكويشن بتاعه اللاين بي سي هنقول ان الاي تقع على الايكويشن، تقع على الايكويشن، يبقى مكان الار اللي هي اكس واي وزد نكتب ال وام وان. طب ما يلا نشوف ازاي كده، يلا بينا يا اولاد. اهو انا هقول ادي اهو على الكمبيوتر اهو، سمينا البوينت ال ام ان، وهنيجي نجيب الدي، الدي اللي هو بي سي سي ماينس بي، ونجيب بقى الايكويشن ار ايكوال اي بلس تي دي. ادي الاي اللي هي اي واحده من الاثنين دول، ودي اللي انت جبتها. هتقول البوينت اي تقع على اللاين، يبقى مكان الار نكتب ال ام ان، وناخد كو افيشنت اي مع بعض، يبقى ال ايكوال 1 بلس 3 تي، ام ايكوال 2 ماينس 2 تي، ان ايكوال 3 بلس تي. سمي كل ده ايكويشن 1. ارجع اجيب اي بي بي ماينس اي 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 انا اسف اي 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 ماينس اي. يلا عملنا اي ماينس اي اهو، ال ماينس 0 ام ماينس 9 ان ماينس 6. اللاين ده اهو الاي اي بيربنديكولار على الدي، دول بيربنديكولار على بعض، يبقى الدوت بتاعهم بزيرو. طب ما الدي اهي والاي اي اهي، يلا نعمل الاولى مع الاولى تايمز الاولى، الثانيه تايمز الثانيه، الثالثه تايمز الثالثه،
طلعت الإجابة ده إيكوال زيرو. طيب بعد ما عملت كده شيل ال L دي واكتب 1 بلس 3 تي، شيل ال M دي واكتب 2 ماينس 2 تي، شيل ال N واكتب 3 بلس 3 تي، هات من هنا التي يا جميل، طلعت التي بنيجاتيف 1، روح عوض هنا تجيب ال L، هنا تجيب ال M، هنا تجيب ال N، يبقى انت جبت البوينت اي. ممتاز، يبقى انا جبت البوينت دي. انا قلت لكم الحلقه اللي فاتت يا اولاد كان ينفع بدل ما يقول عايزين البروجيكشن، من عندي لاين اهو انا نزلت بيربنديكولار هي دي البروجيكشن، كان ممكن يعمل اكستنشن لللاين، يقول لك هنا بوينت اي تحت اي داش، بحيث يبقى انا عملت ريفليكشن على اللاين ده، عملنا ريفليكشن يعني الاي جبت الاي داش. طب الاي جبناها والبروجيكشن اللي هي الاي جبناها، اقدر اجيب الاي داش طبعا لان الاي في الميدل بوينت. ازاي؟ تعال بص كده، ادي اللاين اهو، ده اللاين وهنا دي بوينت ايه. لما انا عملت بيربنديكولار نزلت كده، عملت كده وعملت امتداد ده كده، ده الاي داش، الاي عندنا والاي عندنا، يبقى انا ناقص لي الاي داش. طب ما دي في الميدل بوينت، يبقى انت هتقول له اي ايكوالز اي بلس اي داش اوفر 2، اعمل كروس ملتيبليكيشن، يبقى 2 اي ايكوالز اي بلس اي داش. انت عايز تجيب الاي داش، ودي دي الناحيه الثانيه بالماينس، يبقى الاي داش هتطلع ايكوال 2 اي ماينس اي. كده يبقى انا جبت الاي داش بسهوله. دي سؤال. طيب نرجع بقى على الكمبيوتر يا حبايبي، يلا نعمل شورت كويز بقى، عايزين نعمل كويز على اللي احنا قلناه الحلقه اللي فاتت. بص، ده لاين، ده لاين، ده لاين 1، ده لاين 2، عايز يجيب الانجل بتوين لاين 1 و 2، وهو مشاور لك على الانجل دي، تقوم انت تقول له يلا نجيب دي 1 من اللي انا كاتبه ده، عايزين نجيب دي 1، عايزين نجيب دي 2. بص يا جميل، اكس ايكوال 0 وزد ايكوال واي، خلي بالكوا بقى انا كاتب كده اكس ايكوال 0 كوما واي ايكوال زد. اولا دي معناها واي اوفر 1 زد اوفر 1، دي الريشيو، يبقى لما اقول لك الدي هتقول الريشيو بتاعت الواي ب1 وبتاعت الزد ب1. طب الاكس لوحدها يبقى نحط هنا 0، الزيرو ده مش هو ده، يعني لو كانت اكس ايكوال 5 كنا برضو هنحط 0، يبقى دي التانية مكتوب كده واي ايكوال 0 وزد ايكوال اكس، نحط دي اوفر 1 اوفر 1، ولما نجيب الدايركشن فيكتور الاكس ب1 والزد ب1، الواي مش داخله في الريشيو يبقى الواي بزيرو. روح بقى معايا على الكمبيوتر اهو، يبقى انا هقول له ده دي 1 ده هي الدي 2، واقول احنا عايزين كوزاين سيتا، يبقى دي 1 ضد دي 2 على نورم دي 1 نورم دي 2، فيرست تايم فيرست، سكند تايم سكند، ثيرد تايم ثيرد، على روت روت. طلعت الاجابه 1 اوفر روت 2 تايم روت 2 يعني بهاف، يبقى السيتا ب 60، هو عايز الاوبتيوس يبقى ب 120. ممتاز، ادي مساله. مساله ثانيه يا اولاد، ده لاين 1، لاين 1 يبقى انا هحاول اجيب ريشيوز. نجيب ريشيوز ازاي؟ من هنا، هنا في واي وهنا في واي، هات الواي من هنا وهات الواي من هنا عشان تلم الريشيوز، يبقى واي ده ايكوال اكس ماينس 1 اوفر 2. طب الواي ده اهي هنقوله زد، هنبتدي نقوله بقى ايه؟ الواي ايكوال 1 ماينس زد اوفر 2، او نظبطها اهو، هنا واي وهنا واي، يبقى الثلاثه ريشوز قد بعض، اكس ماينس 1 اوفر 2 ايكوال واي اوفر 1 ايكوال زد ماينس 1 اوفر نيجاتيف 2 لو حبيت. تمام تمام، بعد ما عملت كده هنجيب الدي، الدي اللي هي اللي تحت دي. طيب كده انا طلعت الدايركشن فيكتور الاولاني، عايزين نجيب بقى دايركشن فيكتور للتاني وبعدين نجيب الانجل. هنطلع فاصل صغير جدا وبعدين نرجع تاني نكمل ان شاء الله. بسم الله، احنا بقى تعالوا نشوف، احنا في الجزء الاولاني طلعنا دي دايركشن فيكتور 1، برضو هو لما يديلك ايكويشن بتاعت لاين، خلي بالكوا يا اولاد بصوا لي هنا لحظه، انا لازم يكون عندي حاجه مهمه، لما يكون مدينا كارتيزيان ايكويشن يعني اكس وواي وزد لازم نحطها ريشيو ايكوال ريشيو ايكوال ريشيو، لازم عشان اقدر اكون ظبطت المساله صح.
لو فيكتورز يبقى نقول ار ايكوال ايه بلس تي دي، ده موضوع اخر. فالسؤال اللي فات ده كان جايب لنا اكس مع واي، زد مع واي، جيت رابطهم مع بعض في ثلاثه ريشيوز جبت الدي. الايكويشن الثانيه بص برضو كده، في الايكويشن الثانيه جايب لنا في لاين 2 اكس وواي وزد مع بعض وزد لوحدها. طب ما دي لوحدها زد ايكوال نيجاتيف 2، من هنا زد ايكوال نيجاتيف 2، روح عوض هنا عن الزد بنيجاتيف 2 هات الاكس، يبقى انت هات اهو زد بنيجاتيف 2. من هنا نقدر نجيب الريشيو بين اكس وواي اهو، يبقى الاكس اوفر 1 ايكوال 1 ماينس 2 اوفر 2. يبقى لما اجي اكتب دي بقى اهو اكس اوفر 1 يبقى الدي اول واحده ب 1 تاني واحده بنيجاتيف 2 التالته اللي هي بتاعت الزد، الزد بقى مش داخله في الريشيوز يبقى بزيرو. دي 1 دي 2 بص كده 2 تايم 1 ب 2، 1 تايم نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 ودي زيرو، هتطلع دي 1 بيربنديكولار على دي 2 ليه؟ لان الدوت بتاعهم بزيرو، يبقى الانجل بينهم باي اوفر 2. اخر سؤال بقى في الكويز، يلا يا حبايبي ده لاين 1 ادي لاين 1 اهو، التلاته ريشوز جنب بعض، نقول بقى نجيب دي 1 1 روت 2 نيجاتيف 1، نجيب لاين 2 اهي تلاته ريشوز لا اتنين بس، طيب اتنين بس ونعمل بقى ايه؟ يبقى الواي اهو اتنين ريشوز وكوما واي، يبقى الواي طالما مش داخله في الريشوز يبقى الدي بتاعتها بزيرو، يبقى نيجاتيف 1 والواي بزيرو والدي والتالته بنيجاتيف 1. هات بقى كوزاين سيتا يا باشا، دي 1 ضد دي 2 على نورم دي 1 نورم دي 2، طلعت الاجابه ب 1 اوفر 2 يبقى 45. ده كده خلصنا الكويز الاول، نخش بقى في السكند ابلكيشن. بوينت اوف انترسكشن بتوين تو ستريت لاينز، انا عندي تو لاينز عايز اجيب الانترسكشن ما بينهم. بصوا يا اولاد اللاين الاولاني ار1 ايكوال اي1 بلس تي1 دي1، ار2 ايكوال اي2 بلس دي تي 2، هنا تي 2 مش تي 1 تي 2 دي 2. طيب الار 1 الاول اي 1 بوينت ثابته، اي 2 بوينت ثابته، دي اللي هو الدايركشن الدايركشن. اما ار 1 وار 2، ار 1 يا حبايبي بوينت بتتنقط بتتنقل بتتنقل هنا، ار 2 بوينت بتتغير. يبقى اذا طالما يبقى اذا دي الار تيجي هنا تيجي هنا تيجي هنا، الار 2 تيجي هنا تيجي هنا تيجي هنا، في لحظه الانترسكشن يبقى ار 1 اد ار 2، ار 1 جت على ار 2. يبقى انا لما احب اجيب انترسكشن بتوين تو لاينز اخد ار 1 ايكوال ار 2 اهو اكزامبل اهو، ده لاين 1 لاين 2، عشان نجيب البوينت اوف انترسكشن قول له ار 1 ايكوال ار 2، كل ده ار 1 كل ده ار 2 اهو، يبقى ده قد ده. اول ما تعمل كده خد كو اوفيشنت اي مع بعض اهو، خد الاي يلا وبعدين الجي والكي، الاي 2 بلس 1 تي 1 ايكوال 4 ماينس 2 تي 2، نرجع الجي يلا يا جميل 1 بلس 2 تي 1 ايكوال 4 ايكوال ايه تاني؟ ايكوال نيجاتيف 7 بلس 2 تي 2. جبنا تي 1 وتي 2 نقدر نجيب ايكويشن 3 برضو اللي هو الكي، خلينا في الاثنين دول، من الاثنين دول اعمل اديشن، التي تروح مع تي 2 تروح مع تي 2، يبقى حسبنا تي 1 طلع تي 1 بكام؟ نيجاتيف 2، عوض هنا تجيب تي 2 طلعت ب 2. جبنا تي 1 وجبنا تي 2، عايز اتاكد ان اللاينين دول حصل لهم انترسكشن، تقوم تعوض في الثالثه شيل تي 1 واكتب نيجاتيف 2 هتطلع الاجابه دي ب 5، شيل تي 2 واكتب 2 7 ماينس 2 ب 5. يا سلام، طالما الليفت قد الرايت يبقى في بوينت اوف انترسكشن. روح بقى الاصل المساله ده اهي، شيل تي 1 واكتب نيجاتيف 2 واعملها تايمز الاولى تايمز الثانيه تايمز الثالثه واعمل اديشن 2 مع اللي هنا 1 مع اللي هنا حط اهو عوضها واضرب نيجاتيف 2 هنا تطلع الاجابه. او روح لللاين التاني شلت 2 واكتب 2 تطلع نفس البوينت، طبعا طبعا نفس البوينت. كمان سؤال لاين 1 اهو لاين اهو بروف ان هما انترسكتنج وهات لي البوينت اوف انترسكشن. انا عندي لاين 1 ولاين 2 هنجيب بقى دي 1 ونجيب دي 2. سؤال يا اولاد امتى التو لاينز يحصل لهم؟ انت عندك اي تو لاينز في الدنيا؟ اي تو لاينز اهو دول تو لاينز كده يبقوا بارالل كده انترسكتنج. طب كده
سكيو، واحد كده وواحد كده، دول اسمهم سكيو. يبقى دول بارالل نيفر انترسكت، سكيو نيفر انترسكت، اما دول انترسكت. هو بيقول لك بروف ان هما انترسكت، يبقى معناها اثبت ان هما نوت بارالل نوت سكيو. طب اثبت نوت بارالل سهله، نجيب دي 1 نجيب دي 2 نشوف هل لهم سيم ريشيو ولا لا. لو لهم سيم ريشيو يبقى هما بارالل، لا ده انا لازم الاقيهم ما يكونش سيم ريشيو عشان يبقوا انترسكت. وبعدين نثبت ان هما انترسكشن ازاي مش سكيو، ان نجيب نعمل سبوز ان هما انترسكت ونطلع تي 1 ونطلع تي 2، وبعدين نروح في الايكويشن الثالثه نعوض، لو طلع الليفت قد الرايت يبقى هما انترسكت. يعني ايه؟ تعال نشوف. يلا جبنا دي 1 دي 2، يلا نجيب الريشيو اي 1 على اي 2 بي 1 على، يا نهار ابيض ما طلعوش زي بعض. يبقى طالما دول نوت ايكوال يبقى دول نوت بارالل. نقول له بقى سبوز ان هم، يبقى دول انترسكت اور سكيو. سبوز ان هم انترسكت، يعني هنعمل ار 1 قد ار 2 وناخد بقى كو اوفيشنت اي مع بعض وكو اوفيشنت جي مع بعض وكي مع بعض. طلعنا تي 1 بنيجاتيف 1، طلعنا تي 2 ب 1، روح شيل تي 1 اكتب رقمها، شيل تي 2 اكتب رقمها، هتلاقي الليفت قد الرايت يبقى هم انترسكت. لو طلع الليفت مش قد الرايت يبقى هم سكيو. طب انترسكت عايزين نجيب البوينت، روح في الايكويشن الاولى او الثانيه اكتب تي 1 رقمها او تي 2 رقمها، هتطلع البوينت اوف انترسكشن. دي سؤال. طيب مساله ثانيه، بروف اللاين ده واللاين ده ار اورثوجونال سكيو. اورثوجونال يعني بيربنديكولار. جبت دي 1 اهي دي 2 اهي، يلا نجيب دي 1 ضد دي 2، يا سلام طلعت زيرو. يبقى ال 1 بيربنديكولار على ال 2. طب عايزين نشوف، هو قال لك اثبت انهم سكيو، فانا ما اعرفش اقول له سبوز ان هم انترسكت. يبقى ار 1 ايكوال ار 2، ناخد كو اوفيشنت اي كو اوفيشنت جي كو اوفيشنت كي، من الاثنين دول طلعنا تي 2 طلعنا تي 1. انا هنا الحته اللي انا مخبيها دي عشان حطيتهم تحت بعض وظبطت وشلت التي مع التي حلتها، يعني عايزين اشيلها لكم ممكن. يبقى جبنا تي 1 تي 2، رحت عوضت في الثالثه، يا خبر ابيض طلع الليفت مش زي الرايت، يبقى دول سكيو. طالما الليفت مش عند الرايت يبقى تو، يبقى نو بوينت اوف انترسكشن، يبقى دول سكيو لاينز. دي مساله ثانيه. مساله ثالثه، ده لاين 1، هنا بقول لك فايند ذا ايكويشن اوف ذا لاين باسنج ثرو البوينت ده اهي اند انترسكتس ده اورثوجونالي. طب ما نفهم بالراحه كده، ادي لاين وادي لاين. هو بيقول لك لاين بمر بالنقطه ايه اللي هي 2 نيجاتيف 1 3 وبيربنديكولار على ده. طيب انا عشان احسب ايكويشن لاين لازم حاجتين، بوينت ودي عندي، يبقى لازم اجيب الدي، الدي لازم اجيب نقطه تانية، نقطه تانية اللي هي الاي اللي هي ده اللي هي ال وام وان. ابتدي بقى اقول له الاي على اللاين ده اهو الايكويشن بتاعته جيفن، يبقى روح حطها مكان الار، وناخد الاي مع بعض والجي مع بعض، جبنا ال والام والان كلهم ان ترمز اوف تي. ارجع اجيب الاي اي اي ماينس اي اهو اي 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 ماينس اي يبقى 2، يبقى لما نعمل كده ال ماينس 2 اللي بعدها ام ماينس ماينس او بلس 1 ان ماينس 3، دول بيربنديكولار يبقى دي 1 ضد دي 2 بزيرو اهو. هنعمل دي ضد دي 2 تايم ال ماينس 2، 2 في ام بلس 1 نيجاتيف 1 في ام ماينس 3. جبنا الايكويشن بالشكل ده ايكويشن 2، روح شيل ال ال واكتب 1 بلس 2 تي، شيل الام واكتب نيجاتيف 1 بلس 2 تي، شيل الان 2 ماينس تي. كده حسبنا التي طلعت 1 على 9، روح اكتبها هنا وهنا وهنا او في الاي هنا. يبقى نروح نكتب هنا الاي التي ب 1 على 9، 1 اوفر 9 1 اوفر 9، جبنا الاي. يبقى انت جبت الاي اي اهي، ممكن تعمل تايم 9 تايم 9 تايم 9، يبقى دي اللي هي الدي. خلاص الفيكتور فورم ار ايكوال اي بلس تي دي، صحيح طويله بس خطواتها مهضومه يعني. دي مساله. طيب بصوا لهنا، فايند ايكويشن اوف لاين باسنج ثرو البوينت دي اند بارالل لده. دي بقى اسهل من اللي فاتت، لانه طالما لاين 1 بارلل لاين 2 يبقى دي 1 قد دي 2، يبقى الدي 2 اهي هي نفس دي 1 والبوينت اهي
عندي بوينت ودي، يبقى جبنا الايكويشن بتاعت اللاين في ثانية. الثيرد ابلكيشن يا اولاد والاخير، عايزين نجيب بيربنديكولار فروم بوينت على لاين. طب ممكن قبل ما اقول دي اقول لك معلومة صغيرة بتاعت زمان؟ سؤال يا اولاد، انا قلت لكم زمان لو عندي رايت انجل تريانجل، دي حاجات اساسيات لازم تكون جوه مخك. لو عندنا رايت انجل تريانجل وعندي اللينث بتاع الهايبوتنس، اقدر اجيب الصيدين التانيين وانا مغمض. ازاي؟ لو عندك الهايبوتنس ب 11 وانجل ب 20، يبقى الصيدين دول واحد فيهم 11 وده 11، بس واحد 11 كوزاين 11 ساين. تعال نقولها كده بالراحه اهو، انا عندي ده تريانجل اهو، عند الانجل دي مثلا ب 20، السايد ده هو ب 11، يبقى وانت مغمض لما حد يقول لك السايدين دول بكام تقول لي بسهوله ده 11 وده 11، ولكن ده 11 كوزاين 20 عشان جنبها وده 11 ساين 20. انا هستخدم القاعده ده اهي النهارده، هستخدم دي اول ما حد تلاقي هنا هيكون جايب. نستخدمها ازاي؟ هيكون جايب لنا ستريت لاين، ستريت لاين، وجايب لك بوينت، يقول لك هات لي طول البيربنديكولار ده، عايز طول ده، تقوم انت تجيب طول الهايبوتنس ده، ما هو اللاين ده عليه بوينت، عليه بوينت اسمها ايه، تجيب طول ده وتجيب الانجل دي كوزاين سيتا ده ضد ده على نورم في نورم، هنشوفها دلوقتي. اول ما جبت الهايبوتنس وجبت الانجل اقدر اجيب الاوبوزيت ده. ازاي؟ طب معلش تعال نشوفها كده على الكمبيوتر بالراحه اهو، انا عندي بوينت سي اهي وعندي الاي والاي، عايز اجيب طول ده. تقوم انت الاول تقول له ثلاث خطوات يا جميل، الاولى الثانيه الثالثه. الاولى انا هجيب الاي سي سي ماينس اي ونجيب النورم، طلع روت 5 روح اكتب هنا روت 5، يبقى انا جبت طول الهايبوتنس. عايز اجيب الانجل دي يبقى اقول له كوزاين سيتا اي سي دوت اي اي على نورم اي سي، نورم اي اي، وما تنساش تحط ابسوليوت ربنا يخليك. طلعت السيتا دي ب 63. انت عايز تجيب ده الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه انت عايز تجيب طول البيربنديكولار ده، يبقى تقول له ده يساوي روت 5 ساين الانجل، يبقى حسبناها طلع 2 يونتس. نفس الكلام بقى تكرار، يلا يا جميل عايز بيربنديكولار فروم بوينت على اللاين، تقول له ثلاثة خطوات يا جميل، اهو ادي اللاين وادي البوينت. اللاين ده اهو عليه البوينت دي اسمها ايه اهي، حطيتها هنا. نعمل الاولى الثانيه الثالثه، يلا الثلاثة خطوات، نجيب الاي سي سي ماينس اي ونجيب النورم، طلع روت 41، اكتب على الهايبوتنس روت 41. عايزين نجيب الانجل دي يبقى كوزاين سيتا اي سي ضد دي على نورم اي سي، نورم دي، احسبها وبالكالكليتر تطلع السيتا ب 20. عايزين نجيب اللي هو البيربنديكولار اللي هو الاوبوزيت، يبقى نقول ايكوال اي سي ساين سيتا، حسبناها. بس ادي الفكره يا اولاد. كمان مره تكرار اهو، نفس الفكره تكرار، نعمل نفس الخطوات اهو، نفس الخطوات مرة تالتة، تكرار للمرة التالتة عشان حبايبي يبقى الحاجة اتكررت معاك ثلاث مرات، حلها بإيدك مرة بس تثبت. بصوا بقى للمنظر ده، أنا كاتب لكم دي 5 ستارز لأن بيقول لك بروف إن البيربنديكولار ده أهو إيكوال إي سي ضد دي كروس دي على نورم دي بس. تقوم أنت تقول له طيب أنا عندي ده أهو اسمه إي سي ساين سيتا وده أهو إي سي كوزاين سيتا لو أنا عندي طول ده. طيب ممكن نجيب اي سي كروس كده اليو، بص كده يا باشا، اصل دي على نورم دي يبقى اللي هي اليو، انا بجيب ده الاول اي سي كروس دي اوفر نورم دي اللي هي اليو. لما اقول لك اعمل لي اي سي كروس ده بتقول نورم الاولى، نورم الثانيه ساين سيتا، نورم اي سي باي سي، نورم اليو ب1 في ساين سيتا. يا نهار ابيض، اي سي ساين سيتا مش ده اللي هو طول البيربنديكولار؟ يبقى اذا اقدر اقولها قانون يا اولاد ان طول البيربنديكولار ممكن تقول له اي سي كروس دي على نورم دي، ممكن ده طول البيربنديكولار. في ناس يحبوا يستخدموا القاعده دي على طول من غير الثلاثه خطوات اللي انا قلتهم، ينفع. طيب سؤال تاني، فايند بيربنديكولار فروم البوينت دي على اللاين ده، تقدر تستخدم القاعده دي تقول له هنجيب اي بي على دي في كروس دي على نورم دي لو حبيت، بس هتعمل الكروس بقى، تعمل بقى اي جي كي وتقعد بقى تحسبها بالتفصيل، ينفع تعملها كده، ينفع.
كده يا حبايبي الجزء الاولاني اللي هو اللاين خلص. ده ندخل بقى على الجزء الثاني يا مسهل، احنا بقى لنا تقريبا ساعة وشوية، عايزين في خلال الساعة وشوية دول، معرفش الوقت هيكفينا ولا لا يا مسهل، انا عايزك تبقى سريع معايا عشان ده اخر جزء في المنهج. يبقى احنا خلصنا منهج السوليد جيومتري، نيجي المرة الجاية ندخل منهج الالجبرا، نخلص من منهج الالجبرا، عايزين نبقى شطار عشان نبتدي نحل امتحانات بقى. يلا يا ولاد عايزك تبقى سريع معايا. بص بقى الموضوع بتاعنا اسمه بلينز ان سبيس. بسم الله يا مسهل يا رب، ربنا يبارك في الوقت. احنا عباره عن هناخد برضو ايكويشنز وابليكيشنز. الايكويشنز ثلاثه، فيكتور ايكويشن، ستاندرد ايكويشن، جنرال ايكويشن. الابليكيشن نفس اللي فاتت، انجل بتوين لاين وبلين او بتوين تو بلينز، انترسكشن بتوين تو بلينز، بيربنديكولار من بوينت على بلين. ده الموضوع بتاعنا، يلا ندخل في الايكويشنز بقى. طبعا في حاجه انا عايز اقولها بسرعه، لما نجيب فيكتور كروس فيكتور كلكم عارفين دي بالكالكليتور، الفيكتور النتيجه ده هي. هذه النتيجه لو عملتها دوت اي بي هتلاقيها تطلع بزيرو، هذا يعني اهو طلعت زيرو، هذا يعني ان الان ده اهو بيربنديكولار على الاي بي، ده اللي هو بتاع اي بي كروس اي سي. طيب لو خدت ده عملتها كروس اي سي زي ما انت شايف تطلع الاجابه بزيرو، يا نهار ابيض. اذا لما بعمل اي بي كروس اي سي بيطلع فيكتور بنسميه ان، الان ده اهو بيربنديكولار على الاي بي، ان بيربنديكولار على الاي سي، علشان كده انا سميته ان يعني نورمال، يبقى النورمال بيبقى بيربنديكولار على الاثنين دول. اذا قاعده يا ولاد، اول ما تلاقي عندك فيكتور وفيكتور عملت ده كروس ده، الناتج يطلع نورمال بيربنديكولار على البلين بتاعهم. نقولها تاني تاني. بص يا باشا لو انا عندي كده اهو اهو، بص يا حبايبي لو انا جيت قلت لك كده، انا عندي بلين، ادي ادي بلين اهو، وعندي جوه البلين ده اهو تو فيكتورز، فيكتور ايه وفيكتور تاني اسمه بي. لو عملت فيكتور ايه كروس بي يدينا النورمال، النورمال اللي هو ده ان، ان دي اللي هي بيربنديكولار على البلين. خدها قاعده، لما تعمل فيكتور كروس فيكتور يديك النورمال على البلين، يديك البيربنديكولار على البلين، قاعده دي معلومه. روح بقى معايا على الكمبيوتر كده بسرعه، عايزين نجيب الفيكتور ايكويشن. انا قلت لكم يا اولاد كلمه ايكويشن دايما يا حبايبي، لما اقول ايكويشن بتاعت اي حاجه في الدنيا هي ريليشن، الريليشن دي صحيحه لجميع البوينتس اللي على البلين. يبقى لما اقول لك انا هطلع ايكويشن بتاعت لاين، ايكويشن بتاعت بلين، ايكويشن اوف سيركل، ايكويشن اوف سفير، ايكويشن اوف كيرف، يبقى انت بتجيب ريليشن ساتيسفايد فور اول بوينتس اون ذا فيجر. فانا عايز اجيب حاجه تنفع مع جميع النقط اللي في البلين. سؤال من المعلومات، ده لاين نزلته كده بيربنديكولار اهو، ده اللاين اهو نازل ده نورمال، اذا لو حطيت فيكتور كده فيكتور كده فيكتور كده تلاقي دايما بيربنديكولار، يعني الان بيربنديكولار على اي لاين في البلين. اه يعني بص كده معايا، انا هقول انا عندي نقطه ثابته اسمها اكس 1 واي 1 زد 1، دي بوينت ثابته، وعندي نورمال الان ده اهو، لو حطيت نقطة ار هنا، نقطة ار هنا، نقطة ار بتتنقل، يبقى الاي ار، اي ار ممكن كده، اي ار كده، اي ار كده، يعني اقدر اغير مكان الار عند اي نقطة في البلين، دايما الان بيربنديكولار على الاي ار. تقول لي صح، طالما ان بيربنديكولار على الاي ار يبقى ان دوت اي ار بزيرو على طول لجميع اللاينز اللي جوه البلين، صح؟ طب ما الاي ار ار ماينس اي، اعمل ان تايمز الاولى ان تايمز الثانيه، هو ده القانون، ده العلاقه صحيحه دائما، يبقى ده فيكتور ايكويشن. يبقى لما اقول لك هات لي فيكتور ايكويشن بلين تقول لي ان دوت ار ايكوال ان دوت ايه، مين الان؟ النورمال. مين الار؟ بوينت متغيره اللي هي اكس واي زد، والاي بوينت ثابته. طيب بصوا يا حبايبي، ان دوت ار ايكوال ان دوت ايه، بصوا اللي انا هعمله دلوقتي، ان اللي هي اي بي سي، ار اللي هي اكس واي زد، ان دوت اي بتطلع رقم، ما انت ده رقم وده رقم، ان ده ارقام ريشيو والاي ده ارقام، دي كلها هتطلع رقم نسميه دي،
اعمل بقى A تايم X B تايم Y C تايم Z. المنظر اللي طلع ده هو ده اسمه كارتيزيان ايكويشن. يبقى انت لو شفتني كتبت 3X بلس 5Y بلس 7Z ايكوال 11 مثلا، يبقى دي اسمها كارتيزيان ايكويشن بتاعت بلين ال A وال B وال C اللي هم بتوع ال N بتوع النورمال. طيب نرجع بقى تاني، انا وديت دي الناحية التانية وخدت N كومون R ماينس A. ال N دي اللي هي ABC، R ماينس A ال R X Y Z وال A X 1 Y 1 Z 1. اعمل بقى A تايم X ماينس X 1 B تايم Y ماينس Y 1 C تايم Z ماينس Z 1. المنظر ده اسمه ستاندرد فورم اوف ايكويشن اوف لاين. يبقى الايكويشن بتاعت اللاين 3 ده الفيكتور فورم اللي فوق، ده الكارتيزيان، ده الستاندرد. طب يلا كده مرة تانية، find the vector equation of the line of the plane بيمر بالبوينت وده ال n. طب ما انت هتقول له القانون n دوت r equal n دوت a، سيب دي زي ما هي عشان دي اسمها vector equation. n دوت r دي first time first time second time second third time third، هي دي الإجابة، خلصت دي ال vector equation. طب لو عايز كارتيزيان شيل ال r اكتب x y z، يبقى 1x 1y 1z ايكوال تو، هي دي الكارتيزان ايكويشن. ال n اللي هي 1 1 1 الكوفيشنز. كمان مره يا اولاد، انا عندي دي بوينت وده ال n، عايز يجيب لي ستاندرد فورم، فانت هتقول له n اللي هو a x ماينس x 1 b y ماينس y 1 c z ماينس z 1، فك البراكت يبقى انت جبت الجنرال فورم. طيب بعد ما جبنا الجنرال فورم هنبتدي بقى، انا عايز اجيب الفيكتور، سهله، ما انت عندك ان دوت ار ايكوال ان دوت ايه، خلاص يبقى انت كده جبت الايكويشن اهي كامله اهي. سؤال تاني، بصوا بقى للجمله اللي جايه دي، انا عندي ده بلين، عايز اجيب اي بوينت على البلين، عايز 3 بوينتس، انا مديك بلين عايز 3 بوينتس، تقوم تقول له طيب بصوا كده عشان برضو افهمها لك عشان ما تحسش ان انا بقول كلام غريب. بص يا حبايبي، لو انت عندك كلام بتاع زمان، لو جيت قلت لك 2x plus 3y equal 7، لو قلت لك لو سمحت هات لي بوينت على اللاين ده، تقوم تحط الاكس باي رقم يعجبك، حط الاكس ب1 مثلا يبقى 2 تايم 1 plus 3y equal 7، يبقى 3y equal 5، يبقى ال y equal 5 على 3، يبقى البوينت اسمها 1 و 5 على 3. كده انا جبت بوينت. طب عايزين كمان بوينت، حط ال x equal 0 مثلا، حط ال x ب 0 يبقى 0 plus 3y equal 7، يبقى ال y equal 7 على 3، يبقى البوينت 0 و 7 على 3، ادي البوينت. يبقى اذا اقدر اجيب مليون بوينت. نفس الكلام هنا يا ولاد في على الكمبيوتر بقى، انا عايز اجيب 3 بوينتس، ممكن تحط بقى المره دي اكس بزيرو واي بزيرو، اي رقمين، حط رقمين اكس بزيرو واي بزيرو، تطلع لك الزد بكام؟ الزد ب 6، يبقى البوينت 006. طب عايز رقم واحده تانية اكس ب 1 واي بزيرو، انا قلت لك حط اي رقمين تطلع الزد يبقى البوينت 104، وحط زد بزيرو واي بزيرو، اي رقمين تطلع بوينت. اذا لما احب اجيب بوينت على بلين عوض مكان حاجتين. طب لو عندي اتنين بلينز وعايز اجيب بوينت، خلي بالكوا يا اولاد بصوا لي هنا كده، انا عندي اهو ده، لما اعمل كده ده اهو بلين وده اهو بلين، دول اتنين بلينز، ده واحد وده واحد، اللاين المشترك ما بينهم ده عليه مليون بوينت، انا عايز اجيب 3 بوينتس بس. ده بلين هيكون مديك الايكويشن بتاعته، ده بلين مدينا الايكويشن بتاعته، انا عايز اجيب نقطه مشتركه. يبقى طالما اداك اتنين عوض بفاريبل واحد بس، لما ادانا بلين واحد عوضت بمكان اتنين فاريبلز بارقام، لكن لما يدينا اتنين بلينز عوض برمز واحد بس. ازاي؟ اهو ادي البلين الاولاني وده التاني، هنحط اكس بزيرو هنا وهنا، حط اكس بزيرو هنا وهنا، حل دول مع بعض تطلع الواي والزد، يا سلام، يبقى البوينت 045. بس ارجع تاني حط الزد بزيرو هنا وهنا تطلع الاكس والواي، يبقى البوينت 300. تقدر تحط واي هي اللي بزيرو، عوض برقم واحد بس.
طب ادي سؤال تاني، A و B و C، prove ان A و B و C are non-collinear، اثبت ان الثلاثة دول non-collinear. ده الطلب الاولاني. تاني طلب عايز الـ different forms، عايز الثلاث انواع بتاعت الـ equations بتاعت الـ plane اللي يحتوي دول. اولا انا هجيب AB B minus A واجيب الـ AC C minus A واشوف هات الريشيو كده، ده على ده وانا على 3، طب هات ده على ده وانا على 2، ده على ده، دول مش سيم ريشيو، يبقى دول نوت بارلل، يبقى نوت كولينير. اصل خلي بالكوا يا اولاد، انا لما ارسم دول اي بي، لو انا لقيت اي بي وبي سي سيم ريشيو يبقى حاجه من اتنين، يا اما بارلل يا اما دول على نفس اللاين. فانا بقول اي بي وبي سي لازم لو دول كولينير يبقى لازم نفس الريشيو، لان ما ينفعش واحده مايله كده وواحده كده ما يبقاش نفس الريشيو، لازم يبقوا بارلل لبعض كده. فانا لو جبت اي بي وبي سي لقيتهم سيم ريشيو يبقى هم بارلل، يبقى دول كولينير لانهم بارلل ومشتركين في نقطه. لكن انا جيت احسبهم لقيتهم مش بارلل يبقى دول مش كولينير. طيب عايز يجيب ايكويشن بتاعت البلين، اول ما يقول لك ايكويشن بلين تعمل كده، اي ايكويشن في الدنيا، لاين بلين سفير كيرف اي حاجه، تقوم تعمل كده حاجتين، بوينت وان. في اللاين كنا بنقول بوينت ودي، هنا بنقول بوينت وان. لو جبت بوينت وان يبقى انت جبت الايكويشن بسهوله. بقى يلا نشوف ازاي. يلا انا هقول بوينت، انا عندي 3 بوينتس، طب اجيب النورمال ازاي؟ ما انت عندك 3 نقط يا ابني، هات اي بي كروس اي سي، اي 2 فيكتورز يجيب لك الان، اعمل اي جي كي واكتب الاي بي والاي سي بلس ماينس بلس او بالكالكليتور. انا حليتها وبالكالكليتور. نكتب بقى فيكتور ايكويشن، جنرال ايكويشن، ستاندرد ايكويشن. فيكتور ايكويشن القانون ان دوت ار ايكوال ان دوت اي، احفظ معايا ان دوت ار ايكوال ان دوت اي، ان اهي نيجاتيف 10 نيجاتيف 9 2، ار سيبها ار، ان دوت اي ادي الان دوت اي، اعمل بقى دوت اولى في الاولى، الثانيه في الثانيه، الثالثه في الثالثه، هي دي ده الفيكتور ايكويشن، الفيكتور فورم. عايزين نجيب الجنرال فورم، شيل الار، اكتب اكس واي زد، اعمل 10 في الاكس 9 في الواي 2 في الزد، كده انا جبت الايكويشن. عايزين نجيب الستاندرد، اي اكس ماينس اكس 1 بي واي ماينس واي 1 سي زد ماينس زد 1، اي وبي وسي اللي هم دي نيجاتيف 10 ونيجاتيف 2 9، اكس ماينس اكس 1 اللي هي البوينت اي، البوينت اي او بي او سي، بس اختار واحده منهم بس. ادي ما سؤال تاني، سؤال تالت، يلا يا حبايبي عشان نلحق. لاين 1 ولاين 2 بروف ان التو لاينز دول ار انترسكتنج، ده على الدرس اللي لسه قايلينه، فايند ايكويشن اوف بلين كونتيننج ذيم، عشان اثبت ان هم انترسكتنج اثبت ان هم مش بارلل، فهم دول مش بارلل. طب ونقول له سبوز ان هم انترسكتنج، عايزين نثبت ان هم مش بارلل ومش سكيو، سبوز ان هم انترسكت اهو، ار 1 ايكوال ار 2، جبنا تي 1 وجبنا تي 2، طلع الليفت قد الرايت، يبقى ده الجزء الاولاني في المساله اثبتنا ان هم انترسكت. الجزء الثاني بقى، طبعا دول انترسكت ات بوينت، الجزء الثاني اهو عايزين نجيب الان، يبقى الان عباره عن دي 1 كروس دي 2 اهو، دي 1 عشان ده في فيكتور اسمه دي 1 واللاين الثاني فيكتور دي 2، جبنا الان، نقول له بقى الايكويشن ان دوت ار ايكوال ان دوت اي، جبنا الايكويشن ونجيب الجنرال اللي هو 5 اكس 2 واي 3 زد ايكوال 20. يبقى اذا يا اولاد ده لاين 1 وكان لاين 2، ده دي 1 ده هي دي 2، فدول الاثنين عملت الكروس بتاعهم طلعت الان. جميل جميل، ده اللي احنا حلناه، ده تكمله المساله اللي فاتت. تعالوا بقى هنا، ادي لاين 1 لاين 2، بروف ان هم ار انترسكتنج زي اللي فاتت بالظبط، وهات لي الايكويشن بتاعت البلينز. خلي بالكوا دي فيكتور فوق، دي كارتيزيان فورم، بس نخليها في شكل ريشيوز، نظبط الريشيو، الريشيو ديفايد 12 ديفايد 12 جبناها. طب ما ال دي 6 4 3 وال A 0 0 0 هنا ديفايد 30 ديفايد 30 ديفايد 30، يبقى ال دي 10 15 6 وال A 0 0 0، يا نهار ابيض، هنا في بوينت وهنا في بوينت، نفس البوينت، يبقى الاول اللاينين دول مش بارلل لان مش سيم ريشيو ومشتركين في نقطة، يبقى هما انترسكتنج.
وبعدين تجيب ال N دي 1 كروس دي 2 وتكمل بقى N دوت R إيكوال N دوت A. معلومة بسرعة، ممكن سيادتك تبص للمنظر ده، هذا اللاين بارلل للبلين، اللاين ده هو بارلل للبلين، يبقى اللاين ده علاقته ايه بال N؟ بيربنديكولار. يبقى لو لاين بارلل للبلين يبقى اللاين بيربنديكولار تو N. ده جميل، يعني دي دوت N بزيرو. طب لو اللاين بيربنديكولار على البلين علاقته ايه بالان؟ يبقى بارلل. يبقى خدها قاعده، اف ذا لاين بارلل بلين يبقى اللاين بيربنديكولار على الان. ترسمها كده وتقول يبقى الاي دي دوت ان بزيرو، اللاين بيربنديكولار على البلين يبقى بارلل تو ان، ويبقوا سيم ريشيو. اف ستريت لاين، طب تعالى نرجع لها كده بسرعه تاني اهو عشان ما كانش في وقت. ده لاين بارلل للبلين ده، عايزين نطلع الفاليو اوف كي. انت بقى لو شاطر، انا هحلها لك اهو تعالى بايدي. يلا يا جميل، هتيجي تقول كده انا عندي اكس اوفر 3 ايكوال واي ايكوال زد اوفر نيجاتيف 3، وبعدين عندي البلين اكس بلس كي واي بلس 2 زد بلس كي ايكوال 0. دي المساله، وقال لك اللاين بارلل للبلين. تقوم تيجي على جنب، انا بحب اعمل لنفسي كده عشان ما انساش، اني ساعات بنسى وممكن اقول نتيجة غلط. اي بلين بنكتب ان، وادي اللاين اهو، اللاين بارلل بلين. فانا هقول له سينس ان اللاين بارلل بلين يبقى الدي بيربنديكولار على الان اهو، ده اللاين اهو وادي الان اهو، يبقى الدي بيربنديكولار على الان، يبقى دي دوت ان ايكوال زيرو طالما بيربنديكولار. يلا هات لي الدي يا باشا، ادي لي 3 1 نيجاتيف 3 3 1 نيجاتيف 3 دوت الان يا جميل، اللي هو الكو اوفيشنت الكو اوفيشنت الكو اوفيشنت، يبقى الان 1 كي 2 ايكوال 0 يبقى 3 وبعدين بلس كي ماينس 2 ماينس 2 في 3 ماينس 6 ايكوال 0، يبقى الكي طلعت ب 3 بس. ادي مسألة بسرعة. طيب ارجع تاني بقى للكمبيوتر، بروف ان اللاين ده اهو از بيربنديكولار على البلين. طب ما اللاين نجيب له الدي، نجيب الدي، والبلين نجيب الان اللي هي 2 5 نيجاتيف 3. وبص هتهات كده الريشيو، ما هو عشان يبقى بيربنديكولار يبقى هو والان بارلل، يبقى لازم يكونوا سيم ريشيو. فعلا طلع 3 3 3 يبقى الدي بارلل للان، يبقى الدي يبقى اللاين بيربنديكولار على البلين. بروف ان اللاين ده هو بارلل للبلين، ما خلاص كررناها بقى، هتجيب الدي والان تعمل الدوت تطلع زيرو، يبقى هما فعلا بارلل. انا اللي عايز اقوله لك يا ابني، خدها قاعده دايما دايما يا اولاد، اي لاين يجيبهولك هطلع البطاقه بتاعه اللاين، البطاقه الاي دي بتاعه اللاين اللي هو مين؟ اللي هو الدي. طب طلع الاي دي بتاعه البلين اللي هو الان، يبقى اول ما تلاقي ايكويشن لاين تقول له طلع لي الاي دي، يتم طلع لك الدي بتاعته. طب البلين عندك البلين طلع لي الاي دي اللي هو الان، يبقى اللاين نتعامل نجيب الدي، البلين نجيب الان، ونشوفهم بقى بيربنديكولار بارلل زي ما يكون عشان دي استخدامنا لهم. طيب بص كده، ادي لاين وادي لاين 2، بروف ان التو لاينز دول ار بارلل، ذن فايند ايكويشن اوف ذا بلين كونتيننج ذيم. اسمعني بقى في الحته اللخبطه اللي هتحصل ده. انا اديتكم شويه مساله، قلت لكم كده ده هو ده بلين، وانا عندي ده هو لاين 1 وعندي كده لاين 2. فاحنا عشان نجيب الايكويشن بتاعه البلين قلنا لازم حاجتين، لازم يكون عندك ان وعندك بوينت. طب ما اللاين 1 عليه بوينت اسمها ايه، ولاين 2 عليه بوينت اسمها بي، فخلاص اخترنا بوينت. الان نجيبها ازاي؟ نجيب دي 1 كروس دي 2، يبقى دي 1 كروس دي 2 بزيرو، اسف دي 1 كروس دي 2 نجيب لك الان، ونقول بقى ان دوت ار ايكوال ان دوت ايه اللي احنا عندنا دي، هي دي الايكويشن. بص بقى المشكله اللي جايه دي، نفس المساله اهي، انا عندي بلين وعندي تو لاينز بارلل، لاين 1 ولاين 2 بارلل. هل لما نحب نجيب الان، خلي بالكوا دي عليها بوينت اسمها ايه ودي عليها بوينت اسمها بي،
هل نجيب ال N نقول دي 1 كروس دي 2؟ لو عملت كده هكتب لك عيب. غلط. ليه؟ لان دول بارلل، فبارلل الكروس هيطلع زيرو، ما فيش ان بزيرو. يبقى اول ما تلاقي لاينين بارلل يبقى انسى دي. تقوم تجيب الان ازاي؟ تقول له انا هجيب دي 1 بس، واجيب فيكتور تاني كده اسمه اي بي، اهو ايه وبي، نجيب فيكتور اي بي، يبقى دي كروس اي بي. يبقى انت جبت الان كده اهو. روح للمسألة دي كده اهو، انا جبت دي 1 وجبت دي 2، لقيتهم دول سيم ريشيو يبقى دول بارلل. ارجع اقول له ايه على لاين 1؟ يبقى هنقول له التو لاينز هما بارلل. فانا هجيب بقى من هنا اجيب الاي بي، بي ماينس اي، ما هو دي عليها بوينت ايه 5 4 5، نيجاتيف 4 4، واللاين الثاني البوينت بتاعته 2 3 نيجاتيف 4. فانا هجيب الاي بي بي ماينس اي، واقول له الان اي بي كروس دي بس، ونقول له ان دوت ار ايكوال ان دوت اي، وتخلص. جميل. مسألة تانية انا كاتب جنبها جميلة، فايند ذا ايمج اوف بوينت باي ريفليكشن اون ذا بلين. طيب يعني انا عندي بلين وعندي بوينت، البوينت فوق كده، انا قلت لك البلين طلع الاي دي بتاعه اللي هو الان 1 2 2، ادي البوينت اهي، هنمدها لغايه ما تنزل تحت، ادي الاي داش، انا عايز اجيب الاي داش ده، اقوم اروح على الاي اللي هنا سماها ال وام وان، او ال وام واتش، ما رضيتش اسميها ان عشان ما تلخبطش بينها وبين الان، واقول هنجيب الاي اي اي ماينس اي، يبقى ال ماينس 2 ام ماينس 2 اتش ماينس 3. وهنقول بقى اي اي بيربنديكولار على البلين يبقى بارلل للان، يبقى سيم ريشيو. ده مع الان سيم ريشيو، يعني ال ماينس 2 على 1 ايكوال ام ماينس 2 اوفر 2 اتش ماينس 3 اوفر دي، كل ده ايكوال ده ايكوال ده، زود من عندك ايكوال تي، يبقى الريشيو الاولى ايكوال تي، يبقى ال ايكوال تي بلس 2، الريشيو الثانيه ايكوال تي، جبنا الام والان، ده ايكويشن 1. البوينت ده اهي تقع على البلين، يبقى نروح نحط الاكس مكانها ال اللي هي تي بلس 2، الواي مكانها ام اللي هي 2 تي بلس 4، كده حسبنا التي ب 2، حسبت التي ب 2 يبقى انت جبت الاي. انت عايز الاي داش، الاي هي الميد بوينت، اي بلس اي داش على 2، هات الاي داش، جبناها. مساله جميله. طيب اي 2 بلينز يا اولاد بارلل، يبقى الان 1 بارلل للان 2 يبقى سيم ريشيو، بيربنديكولار يبقى ان 1 دوت ان 2 بزيرو، يبقى طبعا دول سيم ريشيو ودول الدوت بتاعهم بزيرو. طيب بصوا بقى كده للمسألة اللي جاية، شوفوا يا حبايبي سريعا كده المسألة. المسألة بيقول ايه؟ انا عندي، معلش انا هجيبها سريعا اهو، يلا اهو، بيقول لك if the two planes دول are parallel find a k و l. اظن دي حاجة هبلة، هتجيب n1 و n2 دول parallel يبقى same ratio، same ratio جبنا ال l وال k. السؤال التاني دي دردشة قبل ما ادخل في المسألة اللي جاية، A و B مين في دول تقع على البلين؟ نروح نعوض، عوض مكان الايه، عوض، طلع الليفت ما طلعتش الليفت قد الرايت، يبقى دي doesn't belong للبلين. عوض، يا نهار ابيض طلع الليفت قد الرايت 13 equal 13، يبقى البوينت على البلين. يبقى انا عشان اعرف البوينت دي على البلين ولا لا بعوض مكان الاكس واي وزد، اذا طلع قد الرايت هاند سايد يبقى صح، ما طلعتش يبقى لا. طب انا سؤال بقى، هل الاكس اكسس انترسكتس البلين ده؟ نقوم نقول سبوز اكس اكسس بتقطع البلين ده، هو الاكس بتقطع البلين يعني ايه؟ النقطه اللي على الاكس يبقى ايه و0 0، روح عوض بيها هتطلع البوينت ب 6، يبقى دي تقطع الاكس، الاكس اكسس بتقطع البلين ده عند 6 0 0. طب سؤال تكرار، هل اكس اكسس تقطع البلين ده؟ برضه نفترض النقطة A 0 0، عوض عوض، يا نهار أبيض 0 إيكوال 13، ده كونتراديكشن، ما فيش حاجة اسمها 0 إيكوال 13، يبقى معناها الإكس أكسس نيفر انترسكت. أنا بقى عايزك بعينيك الجميلة تبص على شكل البلين، ما فيهوش إكس، يبقى الإكس أكسس ما بيقطعوش.
طب لو ما فيهوش واي يبقى زي اهو، يبقى الاكس اكسس بارا، ما هو ما بيقطعوش يعني بارالل للبلين. سيميلرلي لو ما فيش واي يبقى مع زي ده كده اكس وزد بس، يبقى الواي اكسس بارالل للبلين، ونفس الحكايه. اذا اقدر اقول لو انا عندي ايكويشن لو الاي بزيرو يعني ما فيش اكس، معناها ان البلين في واي وزد بس، يبقى معناها ان البلين بارلل لاكس، وطبعا طالما بارلل لاكس اكسس يبقى بيربنديكولار لواي زد. طب لو ما فيش واي يبقى البلين ده بارلل لزد لواي اكسس، يبقى بيربنديكولار على اكس زد بلين، ونفس الكلام. طب لو ما فيش دي يعني فيه اي اكس وبي واي وسي زد وما فيش دي، يبقى بيمر بالاوريجين. طب سؤال بقى للناس الشاطرة بخمسة جنيه بقى، مش لأن سؤال يعني عايز بس تفكير شوية. لو الاي بزيرو والدي بزيرو، هتقول لي اي بزيرو يعني بارلل للاكس، دي بزيرو بيمر بالاوريجين. حبيبي بص لي، ده الاكس اكسس، عايز ارسم بلين اهو بارلل للاكس وبيمر بالاوريجين، ينزل 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 غير ما يمر بالاوريجين، يبقى معناها الاكس اكسس سبست من البلين. يبقى لو كانت الاي بزيرو والدي بزيرو، يبقى الاكس اكسس يقع على البلين. طب لو البي بزيرو والدي بزيرو، يبقى الواي اكسس يقع على البلين، وكمان الزد اكسس يقع على البلين. دي معلومات مهمه يا ولاد سريعه. find the equation of the plane، هنعمل صباعنا برضو كده which parallel x axis and passing through نقطتين دول. فانت هتقول طالما plane parallel ل x axis، بص بقى للكلام الجميل، plane parallel x axis معناها ما فيهوش x، يبقى فيه y وزد بس، فانا سميت b y plus c z plus d، واروح اقول له البوينت a تقع على البلين، عوض. ادي equation 1. طيب الحاجة التانية البوينت بي تقع على البلين، عوض. جبت ايكويشن 2، من دول نقدر نجيب ريشيو، اعمل ماينس 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 الدي هتروح، يطلع البي بتساوي 2 سي، روح بقى عوض في المسألة أصلا في ايكويشن 1، تطلع الدي ايكوال سي، أروح في الايكويشن بقى أشيل الأي والبي والسي، أهو بقت دي نيجاتيف 2 سي، ما هو ده بدل الأي في الايكويشن، بدل البي والسي بسي والدي مكانها، اقسم على سي على سي على سي، جبت الايكويشن. دي مسألة ظريفة، لأن هنا يا أولاد كان بيقول لك عايز إيكويشن بلين بارلل لإكس أكسس وبيمر بالنقطتين دول. نفس الكلام فايند إيكويشن أوف ذا بلين كونتينز واي أكسس، طالما كونتينز واي أكسس يبقى مفيش واي أكسس، مفيش الواي، مفيش الدي الأخيرة، وادي الإيه، يبقى أنت هتقوله طالما فيه الواي أكسس يبقى إيه أكس وسي زد بس، مفيش دي. طب بمر بالبوينت دي، أروح أعوض بالبوينت، طلعت السي الاي ان ترمز اوف سي، روح عوض هنا، عوض هنا، يبقى الايكويشن اهو اقسم على سي على سي واعمل تايم 2، هي دي الايكويشن بتاعت البلين. ادي فكره. طب شورت كويس سريعا يا اولاد، اهو اف ذا لاين اهو، ده ايكويشن ان دوت ار ايكوال ان دوت اي، اكيد طالما زيرو يبقى البلين ده هو بيمر بالاوريجن. هو بيقول لك اختار لي مين في دول، خلي بالكوا ده اول مساله في الشورت كويس اهو، اختار لي مين من الاربعه دول. تقوم انت تقول له دي 5x نيجاتيف y 2z ايكوال 0، انهي واحده من دول؟ على طول هتبان لك اللي هي دي. إيه لا فين فين ايكوال 0 اهي، يبقى دي 5x، احنا عايزين ايه؟ 5x ماينس y بلس 2z، 5x ماينس y بلس 2z ايكوال 0. لا يبقى دي لازم 0، لازم دي 0 اهو، يبقى دي ناقصه دي تبقى 0 عشان تبقى صح. طب بص لدي كده، يبقى اذا دي خلي ال6 دي 0 يا اولاد عشان تنفع. هنا مدينا بلين اهو، قال لك از جنرال فورم اوف ذا بلين ذن فيكتور فورم، طبعا من هنا الان بكام؟ 3 5 4 3 نيجاتيف 5 4، يبقى بعدين اهو 3 نيجاتيف 5 بوزيتيف 4، فين هنا؟ 3 اهو 3 نيجاتيف 5. خلي بالكوا انه ممكن يعمل حاجه، المفروض 3 نيجاتيف 5 نيجاتيف 4 اهو، هي دي دوت ار ايكوال المفروض 27، اللي هي دي ايكوال نيجاتيف 27. طب دي مساله رقم 50، يلا انت بقى تقدر تحل دي بسرعه. ايكويشن اوف ذا بلين بارلل واي زد، طالما قال لك بارلل واي زد بلين، خلي بالكوا يا اولاد معلش نبص لي هنا لحظه، لو قلت لك بلين بارلل اكس اكسس
يبقى فيها واي وزد بس. طب بلين بارالل واي اكسس يبقى فيها اكس وزد بس. طب بلين بارالل زد اكسس فيها اكس واي. طب لو بلين بارالل اكس واي بلين يبقى زد ايكوال كونستانت، قول الناقصه. طب لو بلين بارالل واي زد بلين يبقى الاكس ايكوال كونستانت. نقولها تاني بالراحه، بص يا ابني اوريها لك عشان تقتنع بيها. ده الواي اكس، ده اللي هو الزد اكسس، ده الواي اكسس، ده الاكس اكسس. يا رب كده تكون واضح. ده اللي هو الزد، ده الاكس، ده الواي، ده الاكس، ده اللي هو الاكس واي بلين، ده الاكس واي بلين. لو طلبت منك ترسم لي بلين بارل ده، هيبقى بلين بارل ده كده اهو. عايز ارسم البلين ده بارل ده، يبقى الزد دايما ثابته، الزد دايما ثابته، الزد ثابته. يبقى ده قد ده قد ده، عشان يبقى كده. يبقى لو البلين بارلل اكس واي تقول يبقى الزد ايكوال كونستانت، اللي هي الناقصه. طب روح بقى كده للسؤال رقم 50، عايزين بلين بارلل لواي زد يبقى اكس ايكوال كونستانت. ما هو مديك البوينت، هيبقى الاكس ايكوال 1، يبقى هي نمبر ايه. طب هنا بلين بارلل اكس واي، اكس واي يبقى الزد ايكوال كونستانت. الزد المفروض تبقى ب 5، فين هنا فين فين اهو، زد ايكوال 5، يبقى هي دي. equation of the plane passing through origin، بيمر بالاورجن يبقى ما فيهاش دي، and parallel للبلين ده. انا عايز اقول لك معلومه جميله يا ابني. لو انا جبت لك equation plane 3x 4y 5z equal 11، قلت لك اعمل لي equation plane اخر parallel لده، تقوم تكتب نفس الايكويشن 3x 4y 5z بس بدل ايكوال 11 تقول له ايكوال دي رقم اخر، لان دايما لما يبقوا بارل بيبقى الان هي الان. ينفع تقول نفس الارقام بتاعت الان، وينفع تاخد نفس الارقام تعملها تايم 2 تايم 2 تايم 2، ينفع، ما هو نفس الريشيو. يبقى لما يجي لك بلين يبقى هي نفس الان. روح بقى كده المساله بيقول لك اهو ايكويشن اوف بلين بارلل لده، يبقى نفس الاكس نفس الواي نفس الزد بس بيمر بالاورجن ما فيهاش ده. يبقى نختار مين بقى؟ 3x نيجاتيف 4y بلس 5z اهو، يبقى نمبر ايه. اند شورت كويز. ندخل بقى في الابلكيشنز يا مسهل. اول ابلكيشن انترسكشن بتوين لاين وبلين ان سبيس، انترسكشن بتوين تو بلينز ان سبيس، دي اول ابلكيشن على الايكويشنز بتاعت البلين. عايدين من دينا يا اولاد فايند بوينت اوف انترسكشن اوف ستريت لاين ده اهو، وكمان with the plane ده، line و plane. دايما لما تجيب intersection بين حاجتين حلهم simultaneous. يعني ايه؟ بص يا جميل، ادي ال line انا سميت دي ratio equal ratio equal ratio سميتها ب t، هات ال x in terms of t، هات ال y in terms of t، هات ال z in terms of t، خد دول عوض بيهم هنا، تجيب ال t يبقى انت جبت ال intersection، عوض بيهم هنا. لما تعوض اهو شيل 3x يبقى 3 في half t اهو، شيل الواي اكتب ده، شيل الزد اكتب ده، اعمل تايم 6 تايم 6 تايم 6 عشان تشيل الفراكشن. طلعت التي بكام؟ نيجاتيف 76. روح عوض هنا، جبنا الاكس جبنا الواي جبنا الزد، يبقى انت جبت البوينت اوف انترسكشن هي دي. منتهى البساطه. يبقى انا جبت هنا عشان دول ريشيو، جبت الاكس لوحدها الواي لوحدها الزد لوحدها. في انذر سوليوشن، انذر سوليوشن. ينفع واحد يقول طب نعمل حاجه ثانيه، مش ده الايكويشن بتاعت اللاين؟ اقول له اه، خد الاثنين دول مع بعض، هات الاكس ان ترمز اوف واي، خد الاثنين دول مع بعض هات الزد ان ترمز اوف واي، تروح هنا خليهم كلهم واي اهو، هتطلع الواي وبعدين تجيب الاكس والزد. دي طريقه، واللي فاتت اجمل، لكن الطريقتين ينفعوا. طيب دول تو بلينز، انا اللي طالبه في المساله دي، معلش اجيب لك كده المساله دي اهي عشان تبان قدامك اهو. يلا يا باشا اهي، فايند ايكويشن اوف ذا لاين اوف انترسكشن، عايزين الايكويشن بتاعت اللاين ده. طب ما انا عشان اجيب ايكويشن لاين لازم يكون عندي نقطتين عشان نجيب منهم الدي، اقوم احط الاكس بزيرو في الاثنين ايكويشنز، اجيب الواي واجيب اهو، يبقى حطيت زد بزيرو هنا وزد بزيرو هنا، طلعت الاكس والواي، يبقى جبت بوينت ايه. حط الواي بزيرو هنا والواي بزيرو هنا وحلهم سيملتينيوس مع بعض، تجيب الاكس وزد. جبنا نقطتين، هتجيب الدي، اي بي بي ماينس اي، وتعوض
كده انا جبت الايكويشنز. في انذر سوليوشن، يبقى انا كده جبت الايكويشن ازاي؟ جبت بوينت مشتركه بين التو بلينز، حطيت فاريبل واحد بس اللي بزيرو، حطيت فاريبل تاني بزيرو، جبت نقطتين، وكده انا جبت الايكويشن. طب ما حل تاني ممكن واحد يقول ايه؟ طب ما ناخد اول اتنين ايكويشنز دول، ما هو ده لاين وده بلين وده بلين، حطهم تحت بعض، ضيع فاريبل واحد، جبت ريشيو. خد برضو نفس الكلام، خد الاتنين دول تحت بعض، ضيع فاريبل تاني، يبقى مره وحدت الاكس وعملت ده، مره تانيه وحدت الواي، جبت ريشيو تالته. طب ما ده زد ايكوال زد ايكوال، يبقى التلاته ريشيوز مع بعض، طالما تلاته ريشيوز ايكوال بعض يبقى دي الايكويشن بتاعت اللاين. ده انذر سوليوشن يا اولاد، يبقى دي حل اخر. طيب بصوا لدي، ادي لاين، اثبت ان اللاين ده بارلل للبلين. بصوا يا حبايبي، ده بلين، ده لاين، اللاين ده كده بارلل للبلين. طب لو قال لك اثبت ان اللاين كونتند في البلين، كونتند في البلين، اثبت انه بارلل ونقطة مشتركة بين اللاين والبلين، لأن لو اللاين ده نزل 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 كده هيشترك مع، لو اشترك مع البلين في وان بوينت وهو بارلل يبقى هو سبست. يبقى أنا عشان أثبت إن اللاين سبست من البلين، خطوة رقم واحد أثبت إنه بارلل، الخطوة الثانية ألاقي بوينت موجودة على اللاين هي هي على البلين. يلا بينا أهو. يبقى انا هقول انا عندي ادي اللاين، اللاين الاي دي بتاعته اللي هو الدي، البلين الاي دي بتاعته الان، هتلاقيهم سيم، اعمل ده ضد ده بزيرو، يبقى طالما ضد بزيرو يبقى اللاين بارل البلين. ما انا قايل لك اللاين لو بارل البلين يبقى اللاين بيربنديكولار على الان، بيربنديكولار يبقى ضد بزيرو، ادي حاجه. طيب هات لي البوينت دي موجوده على اللاين، عوض بيها كده في الايكويشن بتاعت البلين، عوض هتلاقي ساتيسفايز، عوض هنا هتلاقي الاجابه ب 11، يبقى اللاين بارلل للبلين وفي نقطه كومن، يبقى اللاين سبست من البلين. السكند ابلكيشن، انجل بتوين تو بلينز وانجل بتوين تو لاينز، نفس الكلام يا اولاد. خلينا بقى الاول نروح على طول على طول، انا عندي ده بلين وده بلين، هنجيب من هنا ان وانا اهي ده الان، هات لي من هنا ان 2 يبقى 3 نيجاتيف 1 2. لما تحب تجيب الانجل بين دول يبقى انت هتقول له كوزاين سيتا ابسليوت ان 1 دوت ان 2 على نورم ان 1 نورم ان 2، اهو هنحسبها، طلعت شيفت كوزاين، جبت الانجل بتوين بلين وبلين. طب لو طلب انجل بين لاين وبلين، تقول له ما اقدرش اجيب الانجل بين اللاين وبين الان، اولا اللاين هنطلع له دي اهو، والبلين هنجيب الان اللي هي مين، الان اللي هي 3 نيجاتيف 1 2، هنجيب الانجل بين ال والان، وشفت كوزاين طلعت الانجل دي. طب انت عايز تجيب الانجل اللي بين اللاين والبلين، طب ما دي كلها 90 عشان الان بيربنديكولار، 90 ماينس جبت الانجل بين اللاين والبلين، يبقى انت جبت الاول بتوين لاين وان وبعدين بقيت ال 90 الكومبلمنتري بتاعتها. ثيرد ابلكيشن، perpendicular from point على البلين. طيب عايز اجيب، طب معلش عشان الوقت انا عايز اقولها بالتفصيل، طب نقولها بسرعه بسرعه، ادي بوينت وادي، بص بقى لو انا عندي لاين 1 ولاين 2، لو نزلت perpendicular الحته دي اسمها كومبوننت الاي بي على لاين 1، لو نزلت perpendicular الحته دي اسمها كومبوننت اي بي على لاين 2. جميل، الكومبوننت لو تفتكر كنا بنقول اي بي دوت يو، يو اللي هي دي على نورم دي، الكومبوننت نقول اي بي دوت يو بتاع ده. طيب تعال بقى هنا انا عايز اجيب طول البيربنديكولار ده، طب ما ده هو ده هو اللي هو الكومبوننت بتاع ده على ده، اللي هي هنقول عباره عن اهو ده الكومبوننت، لان ده هو طول ده، فانت هتقول له بي اي دوت يو، يو ان يو ان اللي هي ان على نورم ان، بي اي اي ماينس بي، اعمل اي ماينس بي، اكس 1 ماينس اكس 2 دوت يو الان اللي هي اي وبي وسي، اعمل كده دوت هتلاقي كده اهو الاجابه دي. طب ما انا لما اعمل ده طيب ده، بص اهو اكس ماينس اكس 1 في الاي بقت كده، واي ماينس 1، انا خدت الارقام دول اسمها دي،
تلاقينا وصلنا للقانون ده، وده قانون لما تحب تجيب ده كل الاثبات ده مش عليك، انا قلته بس بسرعه عشان الناس اللي بتحب اثباتات القانون جه منين. اول ما يقول لك هات بيربنديكولار قول له ابسليوت على روت، اللي بيتكتب في الابسليوت الايكويشن بتاعت البلين، بس تشيل الاكس ومكان الواي مكان الزد تكتب الرقم ده. اقولها تاني بالراحه، اهو انا عندي بوينت وعندي بلين، عايز اجيب البيربنديكولار، شوف انا عملت ايه، ابسليوت على روت، هكتب نفس الايكويشن دي هنا بس دخل الفايف جوه لو سمحت، وبدل الاكس بدل الواي بدل الزد نكتب 1 نيجاتيف 1 3 اهو، يبقى 2 تايم 1 2 تايم نيجاتيف 1 ونيجاتيف 1 تايم 3 ماينس 5 على روت 4، وبعد الروت اللي ده سكوير ده سكوير ده سكوير، هو ده البيربنديكولار ببساطه. كمان مره يا اولاد فايند بيربنديكولار من بوينت على بلين، تكرار ابسليوت على روت اهو. بص بقى ده بلين وده بلين، بروف انهم بارلل، نقوم نجيب ان 1 ونجيب ان 2 هلاقيهم سيم ريشيو يبقى هما بارلل، اهم بارلل. عايز اجيب الديستانس بينهم، طلع لي بوينت هنا وهات البيربنديكولار على ده يجيب لك الديستانس. بوينت هنا حط الاكس بزيرو واي بزيرو او الواي بزيرو والزد بزيرو، كده جبت البوينت، اهي دي بوينت على البلين. لما يكون عندك بلين واحد وعايز بوينت عليه عوض باتنين فاريبلز بزيروز، جبت البي وتقول له بقى البيربنديكولار ابسليوت على روت. طيب فايند ايكويشن اوف ذا بلين بارلل للبلين ده، طالما بارلل يبقى نفس الايكويشن، نفس الايكويشن ما عدا الفايف دي. قال لك اند البلين ده اهو يبعد روت 21 من النقطة دي، طب ما نقول له ابسليوت على روت ايكوال 21، 2 تايم 1 واي تايم اللي هو شيل الواي ب 1 تايم 2 4 تايم 0 بلس دي على ده، دي هتطلع روت 21، اضربها في روت 21 ب 21 ايكوال ابسليوت، شيل الابسليوت واعمل بوزيتيف اور نيجاتيف روت 21، يبقى جبنا الدي لها اجابتين، يبقى عندي اتنين ايكويشنز. سؤال تاني يلا يا اولاد عشان نلحق. فايند ريشيو باي ويتش ذا بلين ده ديفايدز الديستانس بين النقطتين دول، دي مساله جميله. بصوا يا حبايبي انا عندي بوينت ايه، البوينت ايه ده اهي هنعوض في البلين، طلعت الاجابه بالنيجاتيف، هنعوض بالبوينت بي في الايكويشن بلين طلعت رقم بالبوزيتيف، يبقى معناها النقطتين دول في ناحيتين مختلفتين، ايه فوق بي تحت. هو عايز يجيب الريشيو دي بقى ام 1 على ام 2، دي بقى معقدة لو انت جيت تجيب الريشيو، لكن نزل بيربنديكولار نزل بيربنديكولار، التريانجل ده اهو سيميلر مع ده، يبقى ام 1 على ام 2 ايكوال بيربنديكولار 1 على بيربنديكولار 2 لان دول سيميلاريتي. طب ما نقدر اجيب البيربنديكولار ابسليوت على روت، ده بيربنديكولار 1، اقدر اجيب بيربنديكولار 2 ابسليوت على روت بس نعوض بالنقطه بي، اعمل ده ديفايدد ده، لما تعمل ديفايدد روت 14 مع روت 14 تبقى 1 اوفر 8. دي سؤال تاني، ده اللي ما ياخدش باله من حكايه ده هيتلخبط. دي بيقول لك سفير، المساله دي اتكررت كتير قوي يا اولاد، انا جايبها من امتحانات اللي هو اللي في اخر الكتاب، سفير قطعت بلين، طب ما انا اقدر اجيب، هو عايز يجيب الريديوس بتاع ده. سؤال يا اولاد، انا لما يكون عندي بطيخه وقطعتها ببلين هيطلع سيركل، يعني لو بطيخه كده وجيت بالسكينه قطعتها كده الكروس سيكشن ده سيركل، السيركل اللي فوق ده عايزين نجيب الريديوس بتاعها، ده المطلوب في المساله. تقوم انت الشاطر بقى يقول لك ايه، انا اقدر اجيب الريديوس ده بتاعت السفير واقدر اجيب السنتر بتاعت السفير واجيب البيربنديكولار ده، جبنا ده وجبنا ده اقوم اجيب دي. يلا يبقى انا هقول له السنتر طبعا بتاعت السفير كو اوفيشنت اكس، فين ده السفير اهي، السنتر 3 نيجاتيف 3 نيجاتيف 2 بوزيتيف 1، الريديوس روت 15، ونجيب البيربنديكولار ابسليوت على روت، جبنا طول ده وطول ده نجيب الريديوس من بايثاغورس، بايثاغورس هتطلع طول، وبعدين عايز الاريا باي ار سكوير، اعمل باي ار سكوير جبناها. دي فكره. طيب تعالى بقى بص للحته اللي جايه دي، عايزين نجيب ايكويشن بتاع بلين يوزنج انترسبتس فروم ذا اكسيز،
شوفوا يا اولاد، انا عندي ده الايكويشن بتاعت البلين، لو بوينت على الاكس اكسس يبقى اكس 0 0، وهات لي الاي لوحدها، حط هنا 0 0 يبقى الاي ايكوال دي على اكس 1، لو بوينت على الواي اكسس يبقى النقطه دي 0 واي 1 و0، يبقى 0 0 يبقى بي واي 1 بدي، هات لي البي بوينت على الزد اكسس. طب ما هنا اي بي سي، روح شيل الاي شيل البي شيل السي واكتب بقى اهو. يا سلام، اقسم دي مع دي مع دي مع دي، تطلع النتيجه النهائيه هي دي القانون، وقلت لك اثبته جملين، يبقى اكس اوفر اكس 1 بلس واي اوفر واي 1 بلس زد اوفر زد 1 ايكوال 1، ده لو انا عندي الثلاثه انترسبتس. طب ناخد اكزامبل كده، بيقول لك 2 نيجاتيف 3 5، هي دي اكس 1 هي دي واي 1 هي دي زد 1، يبقى الايكويشن اكس على اكس 1 واي اوفر واي 1 زد اوفر زد 1، خلصت. اعمل تايم سيرتي، هي ده الايكويشن، سهله قوي. طب بص بقى اللي جايه، فايند انترسبتس، المره دي اداك الايكويشن، عايز الانترسبتس في طريقتين للحل. طريقه تقول القانون لازم دي تبقى 1، هقسم على 11 على 11 عشان تبقى 1، وننزل دي تحت يبقى اكس اوفر 11 على 24، نزل دي تحت يبقى واي اوفر ده. بقت المسألة اكس على اكس 1 هي دي الاكس انترسبت، وهي دي الواي انترسبت، وهي دي الزد انترسبت. طريقة تانية، واحد يقول ليه اللي انت عملته ده، حط الاكس الواي بزيرو والزد بزيرو تجيب الاكس على طول، حط الاكس بزيرو والزد بزيرو تجيب الواي تجيب الزد. اللي يعملها كده صح، اللي يعملها كده صح. طيب سؤال تاني، find the equation of the plane، بيمر بالبوينت ده اهو وانترسبتس ايكوال بارتس فروم التلاتة اكسيز، يبقى على طول تقول له اكس على اكس 1 ده القانون. طب ما ده قد ده قد ده، يبقى دي اسمها اي اي اي، ونقول له البوينت دي تقع على البلين، يبقى دي مكان الاكس دي مكان الواي دي مكان الزد، كده حسبنا الاي، يبقى انت جبت الايكويشن. كمان مره، بوينت اي وبي دول عايزين ايكويشن بلين بتمر بنقطتين، هما لو ثلاث نقط كانت بقت سهله كنا جبنا الان على طول، لكن هنا صعب. لكن قال لك ان البلين ده اهو الانترسبت ايكوال بارتس من الاكس اكسس والواي اكسس، تقوم انت تقول ده قانون الانترسبت، يبقى الاكس والواي دول قد بعض، يبقى انا هقول له اكس على ايه واي على ايه بس زد على رقم تاني اسمه بي. الاي بوينت على البلين عوض، البي بوينت على البلين عوض، من ايكويشن 1 و 2 حلهم مع بعض، هتطلع الاي وتطلع البي، يبقى انت كده جبت الايكويشن. ادي فكره تانيه. فكره تالته، فايند ايكويشن اوف ذا بلين باسس ثرو البوينت اي اند انترسبتس فروم نيجاتيف بارت اوف اكس اكسس بارت ايكوال 3 اند فروم بوزيتيف بارت اوف زد اكسس 2، يعني معناها دي بنيجاتيف 3 والزد ب 2، بس الواي ما جابهاش نسميها بام، ونقول البوينت دي على البلين، يبقى نطلع الام، جبنا الايكويشن بتاعت البلين. انا بتكلم بسرعه معلش عشان نلحق نخلص. طيب find the equation of the plane passes through A و B و C. يا سلام، طب ما انا هقول له اكس على اكس 1 واي على واي 1 زد على زد 1، ونرجع هو جايب لك ايه، find the equation passes through A و B و C. طيب انا هقول له دي اكس انترسبت عند 0 0، دي واي انترسبت بس ما دي مش زد انترسبت، فجيت قال اكس على اكس 1 واي على واي 1 بس زد على زد 1، هنا ما فيش زد 1 فسميتها ام، واقول له النقطه دي تقع على البلين نجيب الام. في انذر سوليوشن، ممكن واحد يقول لي نجيب اي بي بي ماينس اي، نجيب اي سي سي ماينس اي، ونرجع نجيب الان اي بي دوت اي سي، وبعدين نجيب الايكويشن. صح والله، بس دي اسرع بالانترسبت، لان دي اكس انترسبت ودي واي انترسبت. بصوا بقى الحته اللي جايه دي، بصوا يا اولاد ده هو بلين، الحته دي عشان في سؤال في كتاب الوزاره، بصوا لي كده، في سؤال في حاجه اسمها احنا كنا بنجيب فيكتور دايركشن فيكتور الستريت لاين، هل يوجد للبلين دايركشن فيكتور؟ ما جبناش سيرتها، احنا جبنا الان بس، هل يوجد دي للبلين؟ تقول لي في اتنين دي مش واحد دي، ازاي؟ هوريها لك دلوقتي.
الحتة دي أنا بقولها دي زيادة شوية لأن موجودة في كتاب الوزارة سؤال كده بس، لكن ما قالش جه منين جه إزاي، فأنا بقولها عشان ولادي اللي بيشوفوني الشطار وعلشان زمايلي اللي بيتفرجوا، دي حتة مهمة، دي للزملاء اللي متابعيني، دي حتة مش موجودة في كتاب الوزارة، فأنا بقول لك جت منين عشان تقدروا تقولوها لأولادكم. بصوا يا أولاد، ده بلين، ده دايركشن فيكتور دي 1، دايركشن فيكتور دي 2، رسمت فيكتور وفيكتور، ده فيكتور وده فيكتور. يلا بص بقى، انا عايز اجيب الايكويشن، فهحط اي لما اجيب الريزلتنت بتاع دول، الريزلتنت يبقى انا هعمل خط كده، ممكن الار تيجي هنا، يبقى الار وخدت نص دي 1 نص دي 2، ممكن تيجي هنا خدت تلتين دي 1 تلتين دي 2، ممكن تيجي هنا يبقى قد دي 1 دي 2. اذا نقدر اقول الار ممكن تيجي هنا تيجي هنا تيجي هنا تيجي هنا، انا بغير مكان الار، يبقى انا هقول له ايه ار عباره عن لو كانت بالظبط تي دي 1 بلس دي 2 لو كانت هنا، طب لو هنا يبقى نص دي 1 نص دي 2، طب لو هنا تلتين دي 1 تلتين دي 2، عشان ده الريزلتنت في الفيكتورز، لان احنا عارفين في الفيكتورز يا اولاد لما يبقى تو فيكتورز يبقى الريزلتنت هو الدياجونال بتاع الباراليلوجرام. دي اي ار، اي ار اللي هي لما اجي بقى في المساله، حاضر باقي ربع ساعه، لما اقول اي ار دي خلاها كده على جنب، بصوا في الرسمه دي الارض نقطه بتتنطط، يبقى لما اقول لك او ار هتقول له او اي بلس اي ار، شيل الاو ار واكتب ار، دايما لما تلاقي اوريجن بنكتب ار، او اي اللي هي باي اهو كتبت ايه، اي ار اللي هي ده اهي هنكتبها اهو، اي ار اللي هي دي، هي دي الايكويشن الفيكتور ايكويشن بتاعت البلين. منظر جديد يا اولاد للفيكتور ايكويشن، لها اتنين دايركشن فيكتور، ده منظر جديد للايكويشن بتاعت اللي هو البلين. انا خلي بالكو الايكويشن وكمان في بارامترك كمان، ما انت تاخد الفيرست مع الفيرست مع الفيرست مع الفيرست والسكند، اهو ثلاثه بارامترك ايكويشنز للبلين، حاجه غريبه. يبقى اذا يا اولاد لو انت شفت المنظرين دول، بصوا يا حبايبي لو شفتني كتبت ار فيكتور ايكوال 1 و 3 و 4 بلس تي 5 7 8، طب لو شفتني كتبت ار ايكوال 1 و 3 و 4 بلس تي 1 2 و 3 و 5 بلس تي 2 1 0 5، لو شفت الاثنين دول اللي فوق اول ما تشوف ده تقول لي اللي فوق دي وحيات ربنا ده اهي دي ستريت لاين ايكويشن، ستريت لاين، اما اللي فيها 2 تي ده اهي ايكويشن اوف بلين، دول دايركشن فيكتور، دي دي 1 وده اهي دي 2. يبقى اذا ده بقى انا كتبتها عشان بقول لك في سؤال في الكتاب كده، يبقى دي ايكويشن بتاعت لاين اللي فيها واحده بس، دي ايكويشن بتاعت بلين وده دي 1 وده دي 2. طبعا لو عملت دي 1 ودي 2 كروس بعض تجيب الان وتعرف تكمل. يلا بقى نروح للكمبيوتر كده بسرعه، فايند جنرال، جايب لك بارامتريك ايكويشنز ثلاثه، اكس ايكوال واي ايكوال، من هنا هنجيب تي 2 وتي 1، اول ما جبت تي 2 تي 1 اهو يا اولاد يبقى انت تقدر تجيب الايكويشن، جايب لك اكس وواي وزد، تقدر تجيب تي 1 وتي 2 وتعوض، ودي واحده ثانيه اهو ده تي 1 وده تي 2، يبقى من هنا اقدر اجيب اللي هو الايكويشن. ممكن اعمل حل تاني، يعني ممكن بدل الحل الطويل ده من هنا هتقول لي دي 1 اهي دي 2 اهي، اعمل دي 1 كروس دي 2 بدل كل الحل الطويل ده اهو تاني، انا عندي الايكويشن اهي، هات دي 1 كروس دي 2 تجيب الان بقى الان والبوينت، تقول له ان دوت ار ايكوال ان دوت ايه، جميل، ان دوت ار ايكوال ان دوت ايه على طول. يبقى انا اقول مره تانية من هنا يا اولاد، بص كده معايا كده على على ده، انا هجيب من هنا دي 1، يبقى انا هقول له دي 1 كانت عباره 2 3 و 5، دي 2 فيكتور ايكوال 1 0 5، هنقول بقى ان ايكوال دي 1 كروس دي 2، وبعد كده نعمل اي جي كي ونكتب دي 1 دي 2 ونرجع بقى نقول له ايه ان دوت ار ايكوال ان دوت ايه لو انت عايز تجيبها، وبعدين تجيب الكارتيزيان فورم. دي طريقه على طول، ده لما يكون جايب لك في المساله اتنين دايركشن فيكتورز،
دي سؤال وحيد في كتاب الوزارة جابها كده. فالناس مش فاهمة ليه ايكويشن بلين انا شرحت لك جت منين، وايه دي 1 ودي 2 شرحت لك جت ازاي. كده يا حبايبي انتهى المنهج بحمد الله تعالى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. شوفوا يا أولاد، ده سمري للي أنا عملته الحصة دي، ده سمري أهو سريع اللي عملناه النهاردة. equation planes أهو، ده vector form، standard form، cartesian form، الانترسبتس، ده ملخص الحصة. رجعنا خدنا الابليكيشن انجل بتوين تو بلينز اللي هو كوزاين سيتا ان 1 دوت ان 2 على نورم ان 1 نورم ان 2، او تقول له طبعا لو ده بتوين بلين وبلين، لو بتوين بلين ولاين يبقى ان دوت ار ان دوت دي نورم ان نورم دي، بس دي تعمل 90 ماينس اللي تطلع. ودي طبعا ده ملخص للحصه كلها للكلام اللي هو الابلكيشنز اللي احنا قلناهم. حاجه كمان، ده سمري تاني اللي قلت لك انا بجيب لك الملخص اللي قلناه اهو. ده طبعا لو بلين بارل اكس اكسس يبقى فيه ما فيش اكس، في واي وزد بس، بارل واي اكسس في زد، في اكس وزد بس، بارل زد اكسس كده. لو بلين بارل اكس واي يبقى زد كونستانت، واي كونستانت، زد كونستانت. لو ايكويشن بتاع الاكس واي بلين نفسه يبقى زد بزيرو، ما تقولش زد كونستانت، ايكويشن اكس زد نفسه الواي بزيرو. بصوا بقى يا اولاد، انا هقول حاجة مهمة انا دايما يا حبايبي بعملها في كل امتحان، بعد ما بعد كل منهج، اول ما اخلص المنهج في دقايق كده بديكوا هدية. الهدية دي عبارة عن قوانين المنهج كله، دي حتة منك كده عشان تدعي لي. قوانين المنهج كله في المنهج السوليد جيومتري هجيبه لك ورا بعض ورا بعض ورا بعض. اسمع كده بهدوء لغاية الوقت ما يخلص، فعايزك كده بالراحة تتابعني. يلا، اول ده الرولز، ده الهديه بقى اللي مني لكم، رولز بتاع الاناليتيك سوليد جيومتري. طب باقي 5 دقايق، ممتاز. في ال5 دقايق دول كده يلا كده مع بعض. اول حاجه دي اول سلايد انا مرقمهم لك عشان ما تتوهش. اول حاجه خدناها السنه دي، لو عندي بوينت على الاكس اكسس على الواي اكسس على الزد اكسس، بوينت على الاكس اكسس يبقى الواي بزيرو والزد بزيرو، على الواي اكسس على الزد اكسس، بوينت على البلين اكس واي بلين يبقى اكس واي والزد بزيرو، بوينت على الاكس زد بلين يبقى الواي بزيرو، على الاكس زد بلين يبقى الناقصه بزيرو. طب ايكويشن اكس واي بلين زد بزيرو، ايكويشن اكس زد بلين واي بزيرو. طب لو بلين بارلل اكس واي زد كونستانت، بارلل اكس زد واي كونستانت، اكس كونستانت. لو عايز اجيب ديستانس بين تو بوينتس اكس ماينس اكس 1 سكوير، واي ماينس 1 سكوير، زد ماينس زد 1 سكوير، ممتاز. طب لو عايز اجيب ديستانس بين النقطه دي والاكس اكسس، طالما قلت اكس مين اللي ناقص؟ الواي والزد، يبقى روت واي سكوير زد سكوير. الديستانس بين البوينت دي واي اكسس مين اللي ناقص؟ الاكس والزد، يبقى روت اكس سكوير زد سكوير، ونفس الكلام. طب لو ديستانس بين البوينت دي نفسها والاكس واي بلين مين اللي ناقص؟ الزد، يبقى ابسوليوت زد اللي هو اكس سي. الديستانس بين النقطه دي والاكس زد مين اللي ناقص؟ الواي، ابسوليوت واي، ابسوليوت زد. طب عايز ايكويشن اكس اكسس زد بزيرو واي بزيرو، ايكويشن واي اكسس اكس بزيرو زد بزيرو، وهكذا. سلايد ثالثه، انا قلت لكم لو التلاتة بلين اكس واي بلين اكس زد بلين واي زد بلين بيقسموا البلين لتمن اجزاء اوكتانتس، سميناهم اوكتانتس. وقلت لك بلس وبلس ده الفيرست كواد، ماينس بلس السكند كواد، الثيرد كواد، الفورث كواد، خليهم كلهم بلس 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 بلس، يبقى انت جبت الاربعه اللي فوق، الاربعه رومز اللي فوق. هنا الفيرست كواد بلس بلس السكند كوادرانت، لو انت بتعمل اكس اكس واي اكسس بس هتبقى ماينس بلس، الثيرد ماينس وماينس، الفورث بلس ماينس، لو عملت ماينس 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 في الزد يبقى انت جبت الاربعه رومز اللي تحت، دول اسمهم اوكتانتس. بعد كده دخلنا في السفير، في حاجه اسمها ستاندرد فورم، في حاجه اسمها جنرال فورم. الستاندرد اي وبي وسي دول للسنتر، وده اللي هو الار سكوير. الجنرال هنجيب السنتر كوفيشنت اكس على نيجاتيف 2، واي على نيجاتيف 2، زد على نيجاتيف 2، والريديوس بنعمل روت السكوير كي سكوير ان سكوير ماينس دي.
لو السيرك السفير تاتشز اكس واي بلين، مين اللي ناقصه؟ الزد، يبقى الار بمودلس الزد. تاتشز اكس زد بلين يبقى مودلس واي، تاتشز واي زد بلين مودلس اكس. لما اجيب ريليشن بتوين تو سفيرز دول انترسكتنج، دول تاتشنج اكسترنالي، دول انترسكتنج، دول ديستنت، دول تاتشنج انترنالي، انا كاتب لك الست حالات اهم، دول ست حالات ريليشن بتوين تو بلينز. نمبر 6، سنتر بتاعت سفير لو كانت على الاكس اكسس يبقى اكس 0 0، لو الريدي لو تاتشز واي زد يبقى ابسوليوت اكس، وهكذا. لو تاتشز التلاتة بلينز يبقى طبعا ابسوليوت اكس قد ابسوليوت واي قد ابسوليوت زد، لو تاتشز التلاتة بلينز دي، برضو كل ده على السفير. طيب لو السنتر اي بي سي والسفير تاتشز بقى المره دي اكس اكسس، اول ما قال لك تاتشز اكس اكسس يبقى لما نجيب البيربنديكولار هو الار، يبقى الار روت بي سكوير وسي سكوير. لو تاتشز واي اكسس يبقى البيربنديكولار هو الار، يبقى روت هتطلع روت، لو تاتشز زد اكسس روت اي سكوير وبي سكوير، تاتشز واي اكسس يبقى روت اي سكوير وسي سكوير. لو تاتشز الثلاثه اكسيز يبقى ابسوليوت اي قد البي قد السي، بس الار هتبقى الاي قد البي، يبقى اي سكوير بلس اي سكوير، يبقى 2 اي سكوير تطلع بره، يبقى الاجابه ابسوليوت اي روت 2. ده لو تاتشز الثلاثه بلينز، ده القوانين يا اولاد. كده ندخل خلصنا السفير. اخر حاجه في شابتر 1 يونت فيكتور، يو اي اي على نورم اي، او يو اي كوزاين كوزاين كوزاين، واحنا عارفين كوزاين سكوير كوزاين سكوير كوزاين سكوير ب 1، اي فيكتور اي بتساوي نورم اي في اليو، دول اسمهم كومبوننتس، دول اسمهم دايركشن انجلز دايركشن كوزاينز. لو جيت قلت لك دايركشن انجل بتاعت الاكس اكسس بتاعت الواي اكسس بتاعت الزد اكسس، عشان الوقت هتكلم بسرعه، دايركشن كوزاينز بتاعت الاكس اكسس واي اكسس زد اكسس اهم، ودي دايركشن انجلز بتاعت اكس واي بلين، يبقى ما هو طالما قلت اكس واي بلين يبقى ده الدايركشن انجلز، لان هتطلع الاجابه اهو ده كده، ده دايركشن انجلز بتاع اي فيكتور موجود في الاكس زد بلين. طالما موجود في الاكس زد بلين يبقى هو بيربنديكولار على التالتة، عشان كده قلت لك يبقى 90. وطبعا معلومة مهمة، قلنا ان لازم عشان جه السؤال في احد الامتحانات جاب لهم تلاتة انجلز، قال لهم مين اللي ما تنفعش دايركشن انجلز، يبقى لازم الصم بتاع اي اتنين سيتا اكس سيتا واي سيتا زد، اي اتنين منهم الصم بتاعهم لازم بيجر ذان اور ايكوال 90. طبعا مسائل الاف دي بتيجي في دي لازم ثلاث خطوات، نجيب الاي بي بي ماينس اي، ونقول اليو ايكوال اي بي على نورم اي بي وكروس مالتيبليكيشن، اف ايكوال نورم اف في اليو. طبعا السكيلر برودكت اي دوت بي لها القوانين دي، وده اللي هي الالجبريك بروجكشن، وده اي دوت بي بزيرو يبقى البيربنديكولار، الانجل بتوين تو فيكتور بتوين تو فيكتورز ما بنحطش ابسوليوت. طيب ده الكروس برودكت، دي القوانين بتاعها، دي ملخص كل الثلاث حالات السكيلر برودكت والفيكتور برودكت. اهو في حاجة أخيرة، حاضر باقي دقيقتين، كويس أوي. هنا سكيلر تريبل برودكت، دي القوانين بتاعت لسك، آخر حاجة في شابتر 1، A دوت B كروس C، وبنكتب الـ A والـ B والـ C، دي اسمها سكيلر تريبل برودكت. في ثلاثة بروبرتس، لو سيم سايكليك ريش سيم سايكليك أوردر، A دوت B كروس C هي لو ابتديت ببي يبقى B دوت C كروس A، أو ابتديت بالـ C C دوت A كروس B، الثلاثة قد بعض. لو ده بزيرو يبقى هما في سيم بلين. طيب لما نجيب ده اهي، ده بيدينا الفوليوم، يعني النور النورم بتاع ده يديك الفوليوم. ندخل بقى ده الانجلز، ده معلومات مهمه عشان بس الدقيقتين اللي باقيين لنا. ادي يا اولاد لو فيكتور بارالي فيكتور في اربع حالات ثلاثه، وده الرابعه اهي، لو بيربنديكولار، لو الاريا بتاع التراينجل بنقول هاف نورم اي بي كروس اي سي الباراليلوجرام، وده دايركشن فيكتورز، انا هعديها بسرعه اهو جايبها لك. دخلنا بقى في تشابتر 2، تشابتر 2 بسرعه، الايكويشن بتاعت ده بتاعت البلينز اللي انا اديتها لكم الحلقه اللي فاتت، ده كل الحاجات بتاعت البلينز، ده بتاعت الستريت لاين، اسف ده الستريت لاينز اللي قلناها، وبعدين دي الابلكيشنز بتاعت الستريت لاينز، الثلاثه ابلكيشنز
ودي القوانين بتاعتها. دخلنا النهارده في اللاين برضو ده حاجات خاصه باللاين تقراها كده بالراحه ربنا يخليك. ده البلين بتاع النهارده، ده شغل النهارده اهو. ده الابليكيشنز الثلاثه، انا عارف ان احنا خلصنا. دي تيبل مقارنه بين الايكويشنز، ده تيبل جميل جدا ملخص الشابتر 2 كله، ده بين الايكويشنز بين البلينز واللاينز، ده اللاينز وده البلين، ده مقارنه. ودي الانترسكشن، ده برضو صفحه كده مقارنه بينهم كلهم. ده لو لاين بارلل للبلين، ده قلنا الكلام ده النهارده يبقى بيربنديكولار على الان، لو بيربنديكولار على البلين بارلل للان. دي الايكويشنز اللي قلناها، دي مهمه قوي. اللي بعدها دي اللي احنا كنت عليها 5 جنيه اللي قلناها النهارده. بس ارجع بقى يا جميل، احنا كده خلصنا المنهج وعملت لكم هديه، ده القوانين. نصيحه يا ابني، دي خدها كده على اليوتيوب كده، ووقف عند الحته بتاعت الهديه دي وراجعها، ده القوانين، وتوقف كده صفحه صفحه كده وتعملها. انا عايزك تبقى كده تمام في المنهج. كده خلصنا الاناليتيك سوليد جيومتري بحمد الله. الحلقه الجايه باذن الله هناخد الجبرا. احنا كنا خدنا الديترمننت، هناخد الماتريسيز، بحيث يبقى كده نخلص المنهج برضو بتاع الالجبرا، لان امتحان اخر السنه بيجي الجبرا مع اناليتيك سوليد جيومتري. هذا ما تم اراده وتيسر اعداده وقدر الله لنا قوله. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.